السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبة سنيور، تو عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. رب العالمين، الفيديو ده هنتكلم على موديل انسر بتاع تشابتر 4 اللي هو يعتبر تشابتر 1 بالنسبة لك الترم الثاني. طبعا انت خدت في الترم الاول 3 شابترز، شابتر 1 شابتر 2 شابتر 3. 1 ده كان بتاع النيوتريشن اوتوتروفيك وهيتروتروفيك، 2 ده بتاع الترانسبورتيشن في البلانت زايلم وفلويم وفي الانسان السيركيلاتوري سيستم وكمان الليمفاتيك سيستم. اخدت شابتر 3 كان اسمه ريسبيريشن التنفس، كان 3 اجزاء جلايكوليسيس كريبس سايكل الكترون ترانسبورت تشين. ده كان الترم الاول. احنا دلوقتي بنتكلم على الترم الثاني اللي بيتكلم على الاكسكريشن شابتر 4 وشابتر 5 الا وهو السنسيتيفيتي. رجعنا على الاكسكريشن ورجعنا على السنسيتيفيتي، ووعدتك ان شاء الله الاسبوع الجديد هتلاقي سيادتك الفيديوهات نازله لك ان شاء الله باذن الله رب. تكون المراجعه اللي احنا عملناها في السنتر حصتين اتنين، يعني ما حاولت الم الدنيا في حصتين اتنين بلاش ثلاثه، بحيث ان الدنيا تتلم معاك اسهل واسرع وانت خلاص داخل على ثالثه وبتحاول انك انت يعني تهدي امورك شويه كده، الدنيا تبقى ماشيه يعني ايه بسلاسه واحده واحده وما اكونش ضاغط عليك جامد. فلذلك احنا المعظم او الغالبيه العظمى من الحصص كانت بالنسبه لنا في الحصتين المراجعه دول كانوا شرح في المراجعه، ولكن احنا عايزين ندي الحل حقه شويه. خلاص كده تعال نحل اول حاجه الشيت نمبر 1 بتاع الاكسكريشن بتاع المراجعه الاولانيه. اول حاجه بيقول لسيادتك which of the following aren't related. aren't related يعني ليس له علاقه. يبقى احنا يا جماعه عايزين نجاوب اجابه، بندور على الاجابه الصح ولا الغلط؟ لا، الاجابه ليها الغلط. بيقول لك مين اللي ملوش علاقه بالتاني؟ اول حاجه supplying the skin hair with the elasticity and the activity of autonomic nervous system. صح، الهير الالاستيسيتي بتاعتنا او المرونه بتاعت الشعريه ليها دور في الاوتونوميك نيرفس سيستم، لان الشعريه دي الهير دي بيكون فيها مصل بتعمل كونتراكشن وريلاكسيشن فليها دور. يبقى الكلام ده صح. احنا بندور على اجابه يا جماعه صح ولا غلط؟ الاجابه الغلط. طيب رقم 2 ذا سكن ايبيديرمال لاير اند انكريز ان بودي ويت. طبعا الاجابه دي يا جماعه غلط، لان السكن ايبيديرمس ده اللي هو تو لايرز سيرفس هورني كيراتين وانر لون ميلانين، انما انكريزنج ذا بودي ها ويت وزن الجسم ده له علاقه بالفاتي لاير اللي موجوده تحت الجلد، فدي كده جمله غلط. البلاد كابيلاري ان ذا سكن اند ذا ريت اوف سويت سكريشن، طبعا اكيد في علاقه بين الاثنين، لان البلاد كابيلاريز ديت اللي جايبه الدم ممكن يحصل لها دايليشن او ممكن يحصل لها كونها كونستريكشن. بالنسبه لو حصل لها ديليشن او حصل لها دايليشن تمدد فالدم هيزيد فالعرق هيزيد، وكده احنا بنتكلم على الصيف. انما لو حصل لها كونستريكشن او كونتراكشن فالدم اللي كميته ماشيه هتقل فالعرق هيبدا يقل، واحنا بنتكلم كده على الشتاء. ذا بودي ويستس اند ذا بلوكينج اوف ذا سويت بورز. صح الكلام ده برضو صح. البادي ويسس اللي هي الفضلات بتاعت الجسم، ولو حصل بلوكينج للسويت بورز انك انت الشخص ده لو بيعمل سويتنج يعني في عرق وفي نفس الوقت العرق ده ما حصلوش ريموفينج، فبالتالي العرق ده لما حصلش فيه ريموفينج يبقى انت كده سيادتك هيحصل بلوكينج للسويت بورز. وخد الجايه دي كمان، لو الجلد اتسد يبقى اليورين هيقل، انا اسف السويت هيقل، يبقى عكسه بقى اليورين. مين اللي هيزيد؟ ها اللي هيزيد عندي اليورين. يبقى تاني لو عندي السويت بورز حصل فيها بلوكينج يبقى العرق هيقل، ثم لما العرق يقل هيبقى علاقته ان اليورين هيزيد، ودي هتيجي في سؤال كمان شويه. طيب يبقى الاجابه الصح هتبقى مين؟ ها هتبقى بي. يا رب يكون الصوت عندكم كويس، ان انا تعبان وعندي صدر تعبني جدا فبتكلم على مهلي وبالراحه خالص يعني. What with the following illustrate من اللي بالنسبه لنا بيعبر عن الكوريكت باث واي تو جيت ريد اوف ذا يوريا عشان خاطر نتخلص من اليوريا سبستانس فروم ذا بودي. اليوريا دي يا جماعه مين اللي كان بيكونها؟ الليفر كان بيكون اليوريا ثم كان يوديها للكدني. فلو انت سيادتك فاكر ان الليفر هو اللي بيفورم اليوريا يبقى هبدا بالليفر اكيد. هو هنا بادئ بالليفر بالليفر بالليفر، ثم بعد الليفر هيبقى عندي الكدني، وهنا برضو عندي الكدني. يوريثرا لا، يوريثرا لا. طب بعد الكدني لو انت ناسي بقى افكرك، ادي كده يا حبيبي الكدني عامله كده، عندي من بره ايه؟ ها كورتكس، دي كده الكورتكس ودي كده المدله، ثم بعد كده عندي الانبوبه اللي نازله كده انكلايند بوزيشن بتصب هنا عندي في حاجه عامله كده، ولو جينا مسحنا دي عشان خاطر الزياده فسيادتك هنيجي نقول مين ده ومين ده ومين ده؟ هنقول ده كده عباره عن اليوريتر المسؤول عن اليورين ترانسبورت دروب باي دروب نقطه نقطه عشان نخزن اليورين هنا مؤقتا، فلذلك هنقول ده عباره عن ايه؟ ده يورينري بلادر،
ثم اليورين هيبدأ يطلع من هنا عن طريق الفتحة ديت اللي هي اسمها يوريثرا قناة مجرى البول، خلاص كده. وكان عندنا على الجنبين الاتنين في عندنا عضلتين اتنين بيعصروا اسمهم سفنكتر ماسلز، والسفنكتر ماسلز دول كانوا عكس البلادر، بمعنى ان العضلتين دول، وعلى فكرة برضو البلادر كانت عبارة عن ماسكولار ساك، عبارة عن كيس عضلي، يعني دول عضلتين. هنا البلادر في العادي بتعمل ريلاكسيشن عشان تملى، يبقى في نفس الوقت تحت عاملين كونتراكشن يعني قافلين. طب لما فوق يحصل كونتراكشن تحت يحصل ايه؟ ريلاكسيشن، عشان خاطر نطلع اليورين بره الجسم. ده تاني دي كده، لما دي يحصل فيها ريلاكسيشن تملى يبقى تحت كونتراكشن، طب هنا كونتراكشن تحت ايه؟ ريلاكسيشن، عشان خاطر اليورين يبدا ان هو يطلع اوتسايد ذا بادي، يطلع بره الجسم بتاع سيادتك. طيب يبقى بالترتيب، عندي الكدني، ادي الكدني، ثم اليوريتر، ثم ها الاول طبعا يا جماعه مين اللي كان بيكون اصلا اللي ها اليوريا ديت؟ هو الليفر. يبقى هبدا اول حاجه بالليفر، هيودي طبعا هنا اليوريا، فهيطلع اليوريا عندي اهيت، تطلع كده تدخل هنا عندي الى الكيدني، ثم بعد كده يطلع الدم رينال داخل دي رينال ارتري، طالع رينال فين. الدم اليورين هيبدا ان هو يتكون هنا جوه عن طريق النفرونز، انابيب اللي هي الباومنز كابسول، فيرست كويل تيوبيول، لوب فينل، سكند كويل تيوبيول، ثم كولكتنج داكت اللي بتجمع، ودي بتجمع من 10 نفرون مع بعض. كلام جميل. فبالتالي احنا دلوقتي كده عندنا هيبدا واحده واحده ينزل هنا عشان يطلع بره الجسم اوتسايد ذا بادي. قلت له حلو. وبعدين نرجع لكلامنا، يبقى الليفر وبعدين الكيدني، بعد الكيدني هو زي ما انت شايف عندنا يوريتر، ثم بعد اليوريتر عندنا اليوريثرا، ولا كيدني يوريثرا على طول؟ لا غلط، مش صح. طبعا عندنا هنا اليوريتر، واكيد في النص هنا بيكون في حاجه اسمها بلادر، هو الراجل ما جابهاش في الاختيارات، ولكن يعني طالما شلناها وما عملتش معانا مشكله وجبنا اللي بعدها على طول يبقى الكلام صح. فالاجابه الصح هتبقى مين؟ هتبقى سي. هات السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه بيقول لي سيادتك if you have two equal amount of water، عندك كميات قد بعضها من الميه، one of them resulted from the transpiration process and the other resulted from the gutation process، في منهم جزء طالع من الترانسبيريشن والجوتيشن، الاول ايه الفرق بين الميه بتاعت الجوتيشن والميه بتاعت الترانسبيريشن؟ الجوتيشن يا حبيبي بتطلع الميه isn't pure، يعني ميه وملح، انما الترانسبيريشن الميه بتبقى بيور لان هي ووتر بس. هنا الميه بتطلع على شكل ليكويد، هنا الميه بتطلع على شكل فيبر، هنا الجوتيشن الميه بتطلع من فتحات اسمها هايداثود، والهايداثود دي فتحه 24 ساعه، انما الترانسبيريشن انما الترانسبيريشن بيطلع من ثلاث اماكن، ممكن يطلع من الاستوماتا، او ممكن يطلع من زي ما سميناه ستوميتال ترانسبيريشن 90% من الميه، ممكن يطلع من الكيوتيكلر او الكيوتين، فده بيطلع اقل من 5%، ثم لو كان الساق او الاستم وودي خشبيه مش هربيشيس، ما هو وودي عكس هربيشيس، لو كانت الساق وودي او خشبيه معناها ان هي هتطلع عن طريق فتحات اسمها لينتكلز او عديسات. خلاص كده. طيب عايزين نعرف الفرق بينهم. اول حاجه يبقى التركيب بتاعهم دي ميه بس، انما هنا ميه وملح. كلام جميل. وبعدين هيقول لي by using the white anhydrous copper sulfate، لو انا استخدمت white anhydrous copper sulfate، اصلا يا جماعه ده لو انت فاكر، يعني لو انت مش فاكر افكرك، ده كان عباره عن ماده لو حطيناها على الميه هتتحول من anhydrous الى hydrous. عارف انت لما بقول لك عندك حاجه لا مائيه ثم تتحول لمائيه لما حطينا عليها ماء اللي هي ميه. فيا جماعه على فكره الكبر سلفيت ده اللي في منه نوعين، اللي هو الانهايدرس ده بيبقى لونه وايت، عارف لو حطينا عليه ميه اهو، لو ضفنا عليه ميه فبيتحول من الوايت الى اللون البلو. بس على فكره في الحالتين الاثنين، هنا انا عندي فيه ميه وهنا كمان في عندي ميه، يعني اصلا في الحالتين انا عندي ميه، فبالتالي دي مش هتنفع ان انا اقارن بينهم. باي يوزنج ايوسين سوليوشن، الايوسين ملوش علاقه، بيدي لون بس فما يعملش اي حاجه برضه. Through the precipitate، في راسب، اصل خلي بالك هنا ميه وميه، هنا ميه وكمان ملح، ما هو الملح ده بيحصل له برسبتيت والميه بيحصل لها ايفابوريت، شبه العرق كده، شبه العرق، الميه بيحصل لها ايفابوريشن والسولت بيحصل له برسبتيت. فبالتالي هقول له الاجابه الصح هي سي، ان بيحصل فيه برسبتيت، في حاجه بتترسب اللي هو الملح، resulted from the evaporation. ما خلي بالك هنا الميه بتطلع في الهواء على شكل ووتر فيبر، انما هنا الميه بتطلع ليكويد، ورق ميه وجواها ملح.
طب الميه دي لما تطلع على ورقه النبات من الفتحات اللي موجوده هنا اللي اسمها هيدثود، اكيد الميه مش هتفضل موجوده، هتتبخر. يعني برضو مصير الميه هنا ان هي يحصل لها ايفابوريت، وانما الترانسبيريشن بيطلع على طول ايفابوريت او فيبر على طول، انما هنا بيطلع ليكويد وهيبقى فيبر شبه العرق. انما السولت هيحصل له برسبتيت زي الانسان كده، برضو لما بيجي يعرق بيعرق ميه وملح وكميه قليله من اليوريا، الميه بتطلع في الهواء. امال مين اللي بيحصل له برسبتيت؟ السولت واليوريا. اليوريا بتعمل ريحه وحشه، والسولت هي اللي بتسد او بتعمل حاجه لونها ابيض كده لو انت شخص عندك املاح كتير، فبتسد كمان مسام العرق. فالاجابه الصح هتبقى مين؟ سي، ثرو ذا برسبتيت، عن طريق الراسب اللي بيفضل موجود عندنا من نتيجه الايفابوريشن. Which of the following components whose concentration doesn't change؟ ايه الحاجات اللي تركيزها ما بيتغيرش؟ ايوه امتى؟ after passing through the kidney in the normal cases. في حاجات تركيزها ما بيتغيرش، احنا في حاجات عندنا اصلا ما بتدخلش جوه الكيدني. لو انت فاكر كان في بدايتنا هنا عندنا حاجه اسمها باومنز كابسولز عامله كده، والدم هو داخل من رينال ارتري ثم ارتريول ثم بلاد كابيلاري ثم ارتريول تاني، اهو اهو اهو. الدم هو داخل من هنا، دي اسمها وليكن ايه، الدم هو وليكن هعمله باللون، ادي اي لون وليكن اخضر. الدم باللون الاخضر، ايه ده ملونش ليه؟ عمل العكس الظهر، ماشي. الدم باللون الاخضر، في حاجات هتعدي هنا وفي حاجات هتكمل مع الدم ومش هتعدي. يعني انا كان عندي دي مصفى، في حاجات هتروح معديه وفي حاجات مش هتعدي لان حجمها كبير مش هتعدي. زي في البيت عندك ماما بتجيب مثلا وليكن المنخل مثلا، او جايبه المصفى بتاعت الرز وعماله بتعمل كده، الحاجات الصغيره الحاجات الصغيره الحصى الصغير بينزل، انما الرز نفسه الكبير ما بيعديش لان الفتحات صغيره. نفس الكلام برضو، اللي حجمه صغير هو اللي بيعدي من هنا من الباومنز كابسول، الحاجات اللي حجمها كبير ما بتعديش الناحيه الثانيه. فاكيد طبعا الحاجه اللي هتفضل، على فكره يعني هنا انا عندي في حاجات ما بتعديش اللي هو البروتينات بانواعها، ادي البروتين بي تي ان يعني بروتين، وكمان البلاد سيلز جميع خلايا الدم اللي هي الريد والوايت والبليتلتس، دي حاجات ما بتعديش اصلا مع هنا من الاشياء اللي بتعدي هنا، يعني مش هنلاقيها في الرينال فلتريت او في الراشح الكلوي. مش انت بتعمل فلتريشن؟ قلت له اه، وانت اصلا كده كده عند سيادتك كلمه رينال معناها كليه، ففي حاجات مش هتلاقيها اصلا في الرينال فلتريت لان هي ما عدتش اصلا من الاساس. هقول له هختار واحده من الاربعه، يا اما البروتينز يا اما الريد بلاد سيلز وايت بلاد سيلز والبليتلتس، والثلاثه دول مع بعض بنسميهم بلاد سيلز، كرات الايه، كرات الدم. قلت له كلام جميل، ارجع لكلامي، يبقى الإجابة الصح إيه؟ الريد بلاد سيلز أند بروتين. ده معناها إن هي تركيزاتها ما اختلفتش بعد ما عدت من الكيدني. مش أنت عندك المواد بتيجي تعدي من الكيدني، لو ده شكل الكيدني عاملة كده بين شيب، طولها 12 عرضها 7 الثيكنس بتاعتها 3، اللي داخل رينال أرتري طالع رينال فين. قلت له كلام جميل. يوريا وجلوكوز، لا تركيزهم اليوريا بتقل، الجلوكوز ثابت. اليوريا بتقل. الجلوكوز اند مينرال سولت، المينرال سولت ممكن تركيزه يقل لو هو في زياده عندي في جسم الانسان، انما الجلوكوز ما بيطلعش. يبقى الحاجه اللي تركيزاتها هتفضل ثابته زي ما هي الجلوكوز وكمان البروتين. قلت له حلوه، اللي بعديه. Which of the following structures act as the sites for gas exchange؟ فين بقى؟ في الوود ستام، السقون يا جماعه الخشبيه، او الاول هو الستامز كام نوع؟ الستم او ساق النبات نوعين، لو انت ناسي افكرك، في حاجه اسمها وودي ستم وحاجه اسمها هيربيشياس ستم. وودي ستم يعني ساق خشبيه زي اللي عندك مثلا وليكن في الشارع، عندك شجره واي شجره تقابلها تبص عليها كده تلاقي الستم بتاعتها هي اما وودي اما هيربيشياس. لو هي وودي هتلاقي ان الساق بتاع النبات عامل كده بالمنظر ده، وفي فتحات صغيره انت مش شايفها بعينيك عامله كده، عامله كده. الفتحات دي اسمها لينتكلز. اللينتكلز دي بتساعد في ايه؟ بتساعد في كذا حاجه، عامله شبه الاستوماتا كده اللي موجوده في النباتات اللي هي الهربيشيس، ممكن يطلع منها ميه زياده اكسجين، يطلع يدخل منها كربون دايوكسيد، ده خدناه كمان الترم الاول. انما لو انت لقيت بقى ساق النبات لونه اخضر بالمنظر ده، فده معناه ان هو طالما لونه اخضر يبقى ده كده عباره عن هيربيشيا سيستم مش خشبي. ده بنسميه بالعربي هيربيشيا، معناه بالعربي عشبي اخضر، عامل شبه الاعشاب يعني لونه اخضر. زي مين؟ مين الصاج بتاعه كده لونه اخضر؟ زي البقدونس، زي الجرجير،
جرجير، زي الكزبره عليكم مثلا، دي كلهم الستيم بتاعتهم بيكون رفيعه ولونها ابيض لونها اخضر. قلت له كلام جميل، بس دي ما عندهاش لينتكلز، دي عندها لينتكلز. يبقى اي سؤال عندي في الترم الثاني هنا يقول لي في السؤال وودي ستيم او ساق خشبيه، اقول له مبروك عليك، انت كده بتتكلم على مينها؟ على اللينتكلز. كلام جميل. وبعدين خط اللي بعديه، الشكل اللي عندك ده بيقول لك عباره عن 3 organs number 1 2 3 respectively بالترتيب. 1 بالنسبه لنا هو السكن، هو الجلد. طب نمبر 2 بالترتيب، ورقم 2 اللي رقم 2 ده هو اللانجز. ثم رقم 3 بالنسبه لنا هي الاخيره اللي هي مين؟ الكيدني. بيلعب معايا لعبه حلوه قوي، خلي بالك، بس انا هلعب معاه لعبه احلى. شوف انا هعمل ايه، انا هقفل عليه كل السكك اللي هيلعبها معايا. ازاي؟ هقول له هو الجلد بيطلع منه ايه؟ هيقول لي بيطلع منه سويت. قال له هو ايه يا حبيبي السويت؟ قلت له هو الووتر، ها، والسولت، ها، وكميه قليله من اليوريا. طب الدايره اللي تحت اللي اسمها رقم 3 بيطلع ده، دي كده الكيدني اللي هو بيطلع منها مين؟ قلت له بيطلع منها اليورين. قال له مين يا حبيبي؟ قلت له عباره عن الميه الزياده والسولت الملح، والسولت الزياده وكمية كبيرة من اليوريا، وكمان السبايسز اللي هي بالنسبة لنا صوليبل، التوابل اللي هي صوليبل، لان التوابل في منها نوع فولاتايل هيطلع من هنا. طب اللنج بيطلع منها ايه؟ قلت له بيطلع منها كربون دايوكسيد وكمان المية على شكل ووتر فيبول. سيادتك اللنج وانت بتعمل كده كده ايه؟ طيب جبنا سيرة اللنج، ماشي، بتعمل كده هيطلع ايه؟ هيطلع ميه على شكل ووتر فيبر، وهيطلع كربون دايوكسيد، وهيطلع كمان سبايسز. السبايسز دي يا جماعه بتكون مالها؟ بتكون فولاتايل، طياره، اللي هي عباره عن مجموعه من التوابل. كلام جميل. هو بقى عايز يقول لك ايه؟ انا كده خلاص قفلت عليه اللعبه والله. عارف ليه؟ لانه عايز يعرف ايه وبي وسي. بص يا حبيبي، الايه ده حاجه مشتركه بين الدايره دي والدايره دي. شايف الدايره دي والدايره دي؟ الدايره دي اللي فوق اللي هي مين؟ السكان. والدايره يا جماعه اللي تحت دي اللي هي مين؟ رقم 3 اللي هو مينها؟ الكيدني. هات لي حاجات مشتركه. هقول له هنا ميه وهنا ميه، هنا صولت وهنا صولت، هنا يوريا وهنا يوريا. يبقى هختار اول اختيار اللي هي الايه ده، يا اما ميه يا اما صولت يا اما يوريا. سبايسز لا، ممكن تبقى نيتروجينس ويست اللي هو اليوريا، او نيتروجينس ويست. سبايسز لا. طب ما تيجي نشوف اللي بعدها. قال لي بي، بي دي مشتركه في الثلاثه، لان بص شايف بي ديت معدي عليها الدايره دي والدايره دي والدايره دي في الحته اللي في النص اللي هي بي. ايه الحاجه اللي مشتركه في الثلاثه يا حبيبي؟ اول حاجه هنا في ميه وهنا في ميه وهنا في ميه. تقول لي طب ما هنا في صولت وهنا صولت، بس هنا ما فيش صولت. هنا في يوريا وهنا في يوريا، بس هنا ما فيش يوريا. هنا في سبايسز وهنا في سبايسز، بس هنا ما فيش سبايسز. فهمت اللعبه؟ يبقى الحاجه اللي مشتركه فيهم كلهم هي الميه، من غير ما اكمل الاجابه هي سي. لان ايه ده؟ هو النيتروجينس ويسس اللي هي عباره عن اليوريا اللي بيكونها الانسان. ثم بعد كده بي هي الميه. طب سي الاخيره، سي دي مشتركه بين الدايره دي والدايره دي. يبقى الدايره اللي تحت اللي هو رقم 2 و3، ايه الحاجه اللي مشتركه بين 2 و3؟ ممكن اقول له الميه، بس جبنا الميه خلاص. طب السولت، لا هنا في سولت هنا ما فيش سولت. طب اليوريا، هنا في يوريا ما فيش يوريا. يبقى اكيد ما فيش غيرها غير السبايسز، التوابل. هنا في توابل وهنا في توابل مع اختلاف اشكالها، هنا بتطلع على شكل سوليبل وهنا بتطلع على شكل فولاتايل. يبقى صح، عندك حق فعلا، الاجابه رقم سي صح قولا واحدا. يبقى الايه اللي مشتركه هنا وهنا هو مين؟ ها، هو النيتروجينس ويست اللي هو اليوريا، والبي هي الميه، والسي هي السبايسز او التوابل. قلت له كلام جميل حلو. وبعدين ايه اللي بيؤدي الى ذا ليست ريت، اقل معدل في الترانسبيريشن بروسس ان ذا بلنت؟ عايزين اقل ترانسبيريشن. ركز في الكلام لان الكلام ده خطير جدا. يعني النبات يطلع اقل ميه. مستر هنعمله فيها ايه دي؟ لحظه واحده، مش احنا كنا قلنا قبل كده اي حاجه مع الترانسبيريشن دايركتلي ما عدا حاجه واحده بس عكس الترانسبيريشن، حاجه اسمها هيوميديتي، الرطوبه. يبقى احنا اي حاجه، بص بص هنعمل ايه؟ يبقى اي حاجه طالما انت عايز تقلل الترانسبيريشن تبقى قليله.
ما عدا اللي عكسها يبقى الهيوميديتي كبيره يبقى الرطوبه عاليه. تاني 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 بص احنا عايزين نخلي النبات يطلع اقل ميه. اقل ميه يعني كل حاجه قليله، يبقى الشمس قليله، يبقى درجه الحراره قليله عشان النبات ما يتحرش ويطلع ميه. يبقى معدل الفوتوسينثيز قليل، معدل امتصاص الميه قليل، كل حاجه قليله. طب انما الهيوميديتي الوحيده اللي هتبقى عاليه الرطوبه عاليه. اصل ما هو كلمه الرطوبه دي اللي هي الميه، كميه الرطوبه يعني او الرطوبه معناها كميه الميه اللي موجوده في الجو تبقى عاليه او كتيره. فلما يكون النبات حواليه ميه كتير في الجو مش محتاج ان هو يا جماعه يطلع ميه، فبالتالي الترانسبيريشن هيقل. لذلك هنمشي كده، عايزين في الهيوميديتي لحظه واحده، احنا قلنا في الهيوميديتي عايزين اقل حاجه ولا اعلى حاجه؟ اعلى حاجه. يبقى احنا محتاجين في الهيوميديتي اعلى حاجه، يا اما دي يا اما دي. طب اي حاجه بقى تبقى قليله ما عدا الهيوميديتي، لان اي حاجه مع الترانسبيريشن دايركتلي يبقى عايزين ده قليل يبقى ده قليل، اي حاجه قليله. انما الهيوميديتي عكسها عاليه. خد اللي بعدها، عايزين كميه الضوء. طب بالله عليك فكر كده يا شيخ، هو احنا لما يكون نبات عايزينه يطلع كميه قليله من الميه يبقى الضوء كتير ولا قليل؟ قلت له لا قليل، يبقى لو يبقى ما تكملش كلامك، الاجابه اصلا دي ما تكملش خلاص. فالاجابه هتبقى رقم كام؟ رقم 4. ده كمان درجه الحراره 4، فالنبات كده يعتبر سقعان مش حران. فالاجابه هتبقى تبقى دي، ان احنا محتاجين الرطوبه تبقى عاليه ودرجه الحراره قليله او كميه الضوء قليله ودرجة الحرارة قليلة. ما هو الاثنين دول بص معايا، الاثنين دول كده دول كده مع بعض بيتحطوا في خانة لأي حاجة اللي هي دايركتلي مع مين؟ مع الترانسبيريشن. يبقى ده قليل وده قليل. إنما الهيوميديتي تتحط في الخانة دي، إن هنا الهيوميديتي عندنا عالية. جميلة والله، رجعنا بيها العلاقات بين الترانسبيريشن وأي حاجة تانية. يبقى إحنا كده استنتجنا الترانسبيريشن مع الضوء دايركتلي، الترانسبيريشن مع التمبريتشر برضه دايركتلي، مع الهيوميديتي انفرسلي، دي الحاجة الوحيدة اللي عكسه. Which of the following substances that aren't found in the sweat؟ إيه الحاجة اللي مش موجودة في العرق؟ هو العرق ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن مية زيادة، ملح زيادة، كمية قليلة من اليوريا. يبقى اي حاجه غير طبعا يا جماعه اليوريا اللي هي عباره عن ايه؟ نيتروجينس ويست، اللي بالنسبه للانسان توكسيك، وتوكسيك اكتر من الكربون دايوكسيد كمان، خلي بالك توكسيك اكتر من الكربون دايوكسيد. ولو انت عايز تعرف اليوريا جايه منين، جايه نتيجه تكسير البروتينات. لو انت بتاكل فراخ ولحمه كتير خف شويه عشان خاطر اليوريا عندك ما تبقاش زياده. يبقى في ميه، في صوديوم سولت، خلي بالك صوديوم سولت، ما هو السولت عباره عن املاح، صوديوم بوتاسيوم كلوريت ايا كان، نيتروجينس ويست يعني صح اللي هو قصدي بيها مين؟ اليوريا. انما اكيد ما فيش حد بيعرق عرق فيه جلوكوز. Which of the following systems whose action activated when the urinary bladder is filled؟ بص يا حبيبي، لما اليورينري بلادر عندنا بتكون فيلد، ادي يا عم الكدني رسمناها من شويه، ادي يا عم اليوريتر، ادي الحالب عامل كده، ثم عندي حاجه عامله كده بالمنظر ده اهوت. البلادر طبعا هنا بيتكون عند اليورين، هيتكون هنا اليورين، هيبدا يحصل له ترانسبورت دروب باي دروب هنا في اليوريتر، ثم يتخزن اليورين هنا لحد ما سيادتك يحصل في يورينيشن تدخل الحمام. طب تخيل بقى ان دي عماله تملى 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 تملى، فدي كده بقت فل ملت. مين اللي هيخليها تطلع اليورين بره الجسم؟ انت عندك جهازين اتنين عكس بعض اسمهم اوتونوميك، وهم الاثنين اوتونوميك لان هم الاثنين اوتوماتيك. مستر يعني الكلام ده، تعالى اقول لك، احنا عندنا جهاز في جسمنا اسمه اوتونوميك نيرفس سيستم. اوتونوميك يعني اوتوماتيك، زي الغساله الاوتوماتيك بتغسل لوحدها، فهم شغالين لوحدهم يعني انفولنتري يعني لا ارادي، مستحيل تتحكم فيهم. قلت له كلام جميل. طب مين هم بقى؟ اتنين يا حبيبي، واحد اسمه سيم باثاتيك، واحد تاني عكسه اسمه بارا سيمباثاتيك. السيمباثاتيك ده بتاع 3 اف اللي هو ايه وايه؟ اول حاجه الفايت والفرايت والفلايت، انما ده بتاع حاجتين، بتاع الريست والدايجست. حلو. وعلى فكره عايز اقول معلومه خطيره قوي برضو، لان في ناس ممكن ما تكونش برضو عارفاها، هي جت منين كلمه سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك؟ الكلمتين دول اصلا جم منين؟ جم من فعل اصلا في الانجليش بنسميه سيمفاثايز، عشان بس لو قبلك بس، في فيرب عندنا في الانجليش معناها سيمفاثايز يعني يتعاطف.
ما دول يا جماعه بتوع العواطف بتاع جسمك، اللي هو يتحكم بقى في ضربات قلبك تزيد او تقل. فكلمه سيمفاسايز ده كفيرب، ده معناها تعاطف، جايه من كلمه سيمفاسات سيم سيمباثاتيك وبار سيمباثاتيك. كلام جميل. وبعدين يا جماعه تعبان جدا، الحمد لله رب العالمين، كويس ان هو اصلا عارف يتكلم. 3 اف، فايت وفرايت وفلايت. تخيل بقى واحد بقول لك دلوقتي الرينري بلادر عنده، قلناها قبل كده دي، خلي بالك واتريقنا عليها. ما ينفعش انك انت في الشارع وانت بتعمل فايت وفرايت وفلايت وروح واحد وانت مخليك وانت ماشي يروح رازعك على قفاك فتلف له. اول حاجه انت بصيت له فانت كده في مرحله الفايت، لقيته هضبه كبيره كده، هضبه بجد مش عمرو دياب، بجد هضبه بجد. لا تمام. وبعد كده فرايت، مش قادر اجري بصراحه، مش قادر الف على الطاوله، فانا ايه انا متصلب، فاللي هو فرايت، فهتروح هربان. طب هل ينفع يا جماعه وانا واقف دلوقتي كده، هل اليونر بلادر اللي هي بنت اللذينه ديت اللي هي بتخزن ديت، هل فكرك بتعمل ريلاكسيشن ولا كونتراكشن؟ ما حبيبي خلي بالك، لو عمل الكونتراكشن فانت كده هتعمل يورن على نفسك، هتعملها على روحك كده حبيبي، فما ينفعش. مش هيقولوا بقى اتضرب وبشخ، فمش هينفع الاثنين مع بعض. فاول ما طول ما انت بره في الشارع فانت في مرحله الفايت والفرايت والفلايت. خلي بالك تاني، طول ما انت في الشارع بره في مرحله الفايت والفرايت والفلايت، فطبيعي سيادتك انك انت في الثلاث مراحل دول قليل تدخل الحمام، وده من حكمه ربنا. انك انت ممكن تكون بتقرا، انك انت ممكن تكون ما بتحبش تدخل في اماكن ما تعرفهاش، انك انت ممكن تكون مزنوق لدرجه انك انت مش لاقي مكان اصلا تدخل فيه الحمام. فحكمه ربنا ان الجهاز ده اللي هو السمباثاتيك بيعمل ايه في البلادر، بيخليها تعمل دايليشن، تمدد. انما عكس السمباثاتيك، عكسه جهاز اسمه بارا سمباثاتيك، بيخلي يا جماعه هنا بتعمل ايه، تعمل كونتراكشن البلادر دي، اللي هي سيادتك بقى روحت البيت، اول ما تروح البيت زي ما انت سيادتك عارف بقى في مرحله الريست والدايجست، انت مريح خالص بقى ورايح بقى البيت، الامن والامان وماما والمكرونه البشاميل والحاجات اللي هي الهايفه اللي انت عارفها ديت. فوانت مداخل البيت على طول كده تشارع عندك، لا دخلت العماره طلعت البيت مزنوق على طول، عمال بتجري ومزنوق وحالتك حاله، على طول جاي من بره مزنوق هتعملها على روحك. فده عادي جدا يعني، لانك انت اللي بيشتغل اللي بيشغلك هنا هو النظام الباراسمباثيك. فلذلك لما اقول لسيادتك اليورينري بلادر مالت يورين، هنا اتملى يورين، يبقى مين اللي هيعمل لها كونتراكشن تخليها تطلع اليورين؟ الا وهو الجهاز بتاع الريست والدايجست الباراسمباثيك. ادينا رجعنا بالمره على حته اصلا في شابتر 2 اللي هو بتاع الايه، بتاع السنسيتيفيتي. كلام جميل. وعلى فكره يا جماعه برضو عايز اقول لك على حاجه بتحصله معايا اليومين دول، يمكن عندك في المنهج، هقولها برضو كده بالمره، وانت يمكن لو انت خدت بالك منها قول لي برضو كده في الكومنتات في الفيديو ده، قول لي حصلت معاك ولا لا. انتوا عارفين الريسبيراتوري سيستم، المفروض وانا في مرحله العراك او السمباثاتيك، المفروض احنا عارفين ان البرونكس والبرونكيولز او التراكيه او القصبه الهوائيه والالفيولاي، المفروض الالفيولاي وانا بتعارك محتاج هواء كتير او محتاج اكسجين كتير يدخل عشان خاطر يعمل جلوكوز اوكسيديشن كتير عشان يديني اي تي بي كتير. تخيل بقى انا برضو انا عندي صدر تعبني جدا اليومين دول وحساسيه وبتاع وكلام من ده وكح، طول ما انا بره البيت ما بكحش. ليه؟ لان طول ما انا بره البيت في مرحله الفايت والفرايت والفلايت قليل قوي لما بكح، بلاحظها اليومين دول كويس قوي كمان. اول ما اروح بيتنا بالليل واجي انام طول الليل بقى عامل بقى مزيكة حسب الله وصدري عمال يزيع بقى. ليه بقى؟ لانك انت تحولت من مرحله الفايت والفرايت والفلايت، تحولت من مرحله الريست والدايجست، فساعتها البرونكس والبرونكيولز والالفيولاي كانوا في، وانت كنت بره كانوا عمالين بيوسعوا معاك. ليه؟ عشان يديك اكسجين كتير، عشان جلوكوز اكسجين كتير، عشان يديك اي تي بي كتير، تعرف تتعارك وتروح وتيجي وتجري وتروح على الدرس وعندك شامل وعندك حصه وعندك مش عارف ايه الكلام ده. لما تيجي بالليل بقى خلاص انت تحولت من مرحله ايها الثلاثة اف الى الريست والدايجست، فساعتها العمليه تعكس معاك، بدل ما يحصل ريلاكسيشن يحصل كونستريكشن او كونتراكشن، فساعتها مجرى الهواء بيبدا ان هو يدق واحده واحده فبيحصل كونستريكشن او كونتراكشن. طيب لذلك لما نيجي نختار الاختيار نقول مين الباراسمباثيك، بالنيرفس سيستم هو اللي بيساعد او بيشتغل ساعه لما اليورينري بلادر تبقى فول او لما تملى اليورينري بلادر. وده سؤال له علاقه بالبلادر او الجزء بتاع الاكسكريشن والجزء اللي بعديه بتاع السنسيتيفيتي. كلام جميل. السؤال اللي بعديه بيقول which of the following are related to each other، are related يعني لهم علاقه ببعض، لهم علاقه ببعض. اول حاجه the second coiled tubule of the nephron and the concentration of protein in blood. طبعا الكلام ده غلط مش صح. ليه؟ لان يا جماعه السكند كويل تيوبيول دي اصلا البروتين ما بيعديش ليها، البروتين زي ما داخل من الكدني زي ما طالع، لو داخل عندي ب 50 جنيه
بروتين في الرينال ارتري بيطلع عندي ب 50 جنيه بروتين في الرينال فين. الكميات لا بتزيد ولا بتقل لان البروتين اصلا ما بيعديش للباومنز كابسول، اصلا ما بيطلعش من الجلوميريوس للباومنز كابسول اللي هي البلاد فيسلز اسمها جلوميريوس اللي هي جوه الحضن جوه حضن الباومنز كابسول دي اسمها جلوميريوس، وجوه قدامها الباومنز كابسول اللي هي كاب شيب ديت ما بيطلعش منها. طب هات الثانيه باومنز كابسول اند ذا جلوكوز ليفل ان بلاد، لا طبعا لان الباومنز كابسول كده كده بتعدي كل الجلوكوز فينها بتعدي كل الجلوكوز منها. ايتنج كربوهيدرات اند ذا تاكل الكربوهيدرات ونسبه اليورين اليوريا في اليورين، لا طبعا غلط لان اليورين اليوريا دي بتيجي منين؟ بتيجي من البروتينز اصلا نتيجه تكسير البروتين، ومن اللي بيكسر الليفر ومن اللي بيطلع الكدني. انما الصح هي الاجابه دي النفريك تيوبيول اند ذا كونستنسي اوف ووتر برسنتج اوف بلاد. النفريك تيوبيول دي اللي بيحصل فيها ري ابزوربشن فبنرجع للجسم الميه اللي جسم محتاجها. تاني مش النفريك تيوبيول ده يا جماعه اللي هو مين؟ اللي هو الفيرست كواليتي تيوبيول واللوبو فانل والسكند كواليتي تيوبيول. الثلاثه دول مع بعض وفي النص طبعا فيرست وسكند وفي النص لوبو فانل، الثلاثه مع بعض بيعملوا ري ابزوربشن بيرجعوا للجسم الميه اللي جسم عايزها والملح اللي جسم عايزها وكل الجلوكوز. يعني بنساعد على كونستنسي يعني ثبات كميات اللي هي كميه الووتر برسنتج ان بلاد ثبات كميه الميه اللي موجوده فين في الدم. كلام جميل. السؤال اللي بعديه بيقول which of the following aren't affected by each other، مين اللي مالهمش علاقه ببعض؟ طبعا خلي بالك اللي فات كان affected، هنا aren't affected ليس لهم علاقة ببعض. اللي مالهمش علاقة ببعض ميلانين وكيراتين صح، surface area and inner area. inner area غلط، هو surface horny كيراتين بيحمي inner لون ميلانين بيعوض، يبقى واحدة بتحمي والتانية بتعوض يعني لهم علاقة ببعض. الهير اند فات جلاند صح، لان الشعريه عشان تطلع محتاجه يكون في فات جلاند تفرز على الشعريه اويل سكريشن عشان تساعدها تبقى طالعه سوفت اند بلايبل. البرايتال لوب اند سنسوري نيرف اندنج صح، ما هو البرايتال لوب ده كان موجود في المخ، فاكر لما قلنا اف بي او تي، فاكر لما قلنا ان المخ عباره عن اف بي او وقدام هنا تي، تي دي معوقه قوي اكتبهم تاني اف وهنا عندي بي وهنا او وهنا تي، ده كده من قدام لورا وده كده بتكون واخده الجنب اللي قدامك كده في الوش، انك انت ده كده التي لو عند الصدغ اللي هو هيرنج وسميلنج وتستنج. طب انا بتكلم على البرايتل، البرايتل ده يا جماعه لو انت فاكر كان عباره عن جداري فص الجداري جلد، يبقى هو ده اللي كان بيساعد الجلد ان هو يحس بالسنسيشن في السكان. يبقى هو اصلا الجلد بيحس بايه؟ بالسنسوري نيرف اندنج، ودي معلومه حلوه قوي خطيره قوي نربط بيها تشابتر 1 بتشابتر 2. اول حاجه ان البرايتال لوب بتاع جداري جلد ودي السنسوري نيرف اندنج بتاعت الاحساس في الجلد، يعني السنسوري نيرف اندنج دي اللي موجوده في الجلد موصله فين؟ في المخ بالجزء اللي هو اسمه برايتال لوب. يبقى دول كلهم ليهم علاقه ببعض، برايتال مع السنسوري صح، الهير او فات جلاند صح، والسيرفس اريا والانر لير صح، انما اللي مالهمش علاقه ببعض الميلانين والكيراتين، لان الميلانين ده يا جماعه بتاع السكين كلر بتاع لون الجلد، انما الكيراتين ده كان ماده هورني ماده ناشفه قرنيه بيسموها بعض ماده قرنيه ناشفه ودي موجوده في الجلد. اهميتها ايه؟ اميونيتي مناعه، وده ان شاء الله هتاخدها في سينيور 3 باذنك يا رب، لان الجلد يعتبر فيرست لاين اوف ديفنس خط دفاع اول. فاللي مالهمش علاقه ببعض الميلانين والكيراتين، معلش احنا ممكن نكون بنطول في السؤال شويه بس بنقول افكار ياما عشان خاطر نلحق يعني تلم الدنيا برضو، لو في حد ابن حلال ما ذكرش عايز يلم الدنيا من الفيديوهات يعني. Which of the following is reabsorbed by active transport؟ اصلا ايه الحاجه اللي بيحصل لها reabsorption؟ هل الريد بلاد كوربسلز؟ غلط، ما بتعديش اصلا من الباومنز كابسول. اللارج بروتين مولكيول؟ لا طبعا ما بتعديش من الباومنز كابسول. اليوريا اكيد مش هنعمل لها ري ابزوربشن ما بنرجعهاش للجسم، انما اللي ممكن نعمله ري ابزوربشن او مش اللي ممكن اللي بنعمله اصلا هو الجلوكوز، وطبعا بيحصل ري ابزوربشن بالاكتف ترانسبورت يعني من لو كونسنتريشن الى الهاي كونسنتريشن محتاجين اي تي بي، على عكس الخطوه اللي قبلها ما دي كانت الخطوه رقم 2. قبلها كان في خطوه اسمها فلتريشن كانت بتحصل في الباومنز كابسول وكانت بتحصل عن طريق خاصيه اسمها ديفيوجن كانت من الهاي الى اللو،
تاني تاني الديفيوجن كان بيحصل هنا في الترفلتريشن من الهاي لللو، انما الري ابزوربشن رقم 2 بالاكتف ترانسبورت من اللو للهاي محتاجين اي تي بي. سؤال جميل، وات ذا فيرست ريجون، اول جزء بنسمي السائل ده يورين، هي اخر حته عندك في النفرون اللي هي اسمها كولكتنج داكت. السؤال اللي بعديه بيقول لسيادتك the four table illustrate the urine sample and the lost amount of sweat for person in different weather days. اللي بيحصل ونقول لك اللي بيحصل لو انت جمعت in a cold day لما الدنيا تبقى ساقعه. خلي بالك الدنيا تبقى ساقعه احنا في الشتاء والشتاء عكس الصيف. تعال اقول لك اللي بيحصل عندنا، الانسان ديلي في اليوم الواحد، ودي يمكن تركيه قلناها كذا مره وعايزين نعيدها للمره المليون ما تنساها، الانسان في اليوم الواحد بيفقد حوالي 2500 كيوبيك سنتيمتر ووتر. ال 2500 دول في منهم 500 بيطلعوا سنتيمتر ووتر عن طريق اللنجز، عن طريق الرئتين الاثنين، عن طريق الرئتين اللي هو الرزاز يا جماعه بتاع الهواء اللي هو الرزاز ده كده. اتبقى كام من 2500؟ اتبقى عندي 2000 كيوبيك سنتيمتر. دول بيختلفوا عن بعض في الصيف عن الشتاء، يعني في الهوت عن الكولد. تقول يعني ايه؟ مش فاهم. احنا في الصيف وفي الشتاء في حاجتين اتنين، في سويت وفي كمان يورين. عندي برضو هنا سويت وفي عندي يورين. في الصيف السويت بيزيد يبقى اليورين بيقل، اكيد في الصيف يا جماعه احنا بنعرق اكتر، انما في الشتاء اليورين هو اللي بيزيد يبقى السويت ماله هيقل. المهم ان يكون مجموع الاثنين هنا او هنا يكونوا مجموعهم الاثنين مع بعض يكون 2000، عشان ال 2000 دول مع ال 500 اللي بيطلعوا من بق سيادتك عن طريق اللنجز من ازاز الهواء يكونوا في اليوم حوالي 2500 كيوبيك سنتيمتر. دي معلومه خطيره، لو عايز تاخدها سكرين شوت خدها عشان خاطر دي مهمه جدا. فخلي بالك بقى ان الاثنين بيكونوا عكس بعض. انا لما اقول لك بقى احنا دلوقتي بناخد يعني بناخد نسب في كولد دي لما الدنيا تبقى ساقعه، فكرك الدنيا ساقعه اليورين ماله هيزيد، السويت ماله هيقل، فهناخد اكتر اكبر كميات. دي كميات قليله قليله، احنا عايزين كميات تبقى كبيره، واحد واثنين واحد واحد. دي ما تنفعش ليه؟ لان هنا الكميات قريبه من بعض جدا، شبه بعض او قريب من بعض، في فرق بينهم حاجه بسيطه. انما يا جماعه الكميات الصح واحد ونص، هنا عندي 0 بوينت كام؟ ها 0.8. يبقى انا عندي الكميات هنا هتبقى هنا اليورين هيبقى هيكون كتير وعندي النسوات هيبقى ايه؟ هيبقى قليل. فالاجابه هتبقى ايه؟ ولو انت عملتها الصيف يبقى ايه؟ عكس بعض. لو قال لك ات كولد دي هنعكسها. كلام جميل. السؤال اللي بعديه بيقول لك ايه؟ What is the following with the following organism؟ الكيدني بتاعتهم بتكون thin and long organisms. مين الكائنات اللي الكيدني بتاعتهم؟ طبعا يا جماعه شكل الكيدني بيختلف على حسب الايفوليوشن ديجري. لو ده كده الفيرتبرال كولم يبقى شكل الكيدني تبقى عامله كده. عند الكائنات اللي هي بنسميها lower vertebrates فقريات قليله هيكون الكيدني عندنا مالها كلمتين اتنين نقول عليهم thin and long. ولما نتكلم على lower vertebrates الفقريات القليله او البسيطه فانت كده بتتكلم على كائنات اسمهم امفيبيانز. الامفيبيانز دول يا جماعه اللي هم البرمائيات اللي هم وهم صغيرين كانوا عايشين في الميه وبيتنفسوا بالجلد شبه السمك، ولما كبروا طلعوا على الارض عاشوا على الارض فتنفسوا باللنج او بالجلد، لان الجلد بيكون فيه تحاتي تنفسوا بيها. والكلام ده انا بقوله اليومين دول في الكلاسيفيكيشن بتاع سينيور 1، اعد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. فساعتها هنقول الفراج، لان الفراج ده عباره عن امفيبيانز اللي هي البرمائيات. كان عندنا في سينيور 1 مثالين عليها الفراج وكائن ثاني اسمه سلامندر. السلامندر برضو لو جابوا لك في الاسئله هتقول له ده برضو عباره عن لور فيرتبريت والكيدني بتاعته بتبقى thin and long. كلام جميل. وبعدين which of the following is their presence indicate the skin is a protective sensory excretory organ. اول حاجه الجلد بيحمي، بيحمي يبقى كيراتين، يبقى اختار اجابه اولها كيراتين ما تكملش. الاجابه ايه؟ sensory بيحس عشان في sensory nerve ending. اكسكريتوري ما هو بيطلع عرق عن طريق السويت جلاند، والسويت جلاند بتكون العرق من الدم. الدم بيكون جاي من ارتري طالع من فين وفي النص في بلاد كابيلاري، فالسويت جلاند انبوبه بتكويل اراوند اتسلف تسحب من الدم العرق اللي هو الميه زياده ملح زياده كميه قليله من اليوريا. الحاجات اللي بعديها سلام على الجراف ده. قبل ما احل الجراف لو انت سيادتك برضو شاطر لازم تكون عارف حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ ان عندنا هنا كلمه temperature درجه الحراره موجوده على الاكس، لازم ابص عليها، ولا على الواي بيقول لي rate of production نسبه الانتاج.
يبقى انا وانا ماشي كده التمبريتشر معايا عماله بتزيد، درجه الحراره بتزيد، يعني الدنيا بتبقى حر. لما درجه الحراره تزيد والدنيا تبقى حر يا جماعه قولوا لي يلا، لان هي بتقول لي 5 10 15 20، فدرجه الحراره عماله بتزيد. لما درجه الحراره تزيد فكرك اللي هيحصل ايه؟ من اللي هيزيد ومن اللي هيقل؟ لما الدنيا تبقى يا جماعه حر انا حران بعرق، فاكيد اللي كميته هتزيد ده يا جماعه لفوق ده هو اللي سوات، اكيد اللي كميته بتقل ده يا جماعه هو اليورين. قلت له صح، حتى هو في الالوان قال لك الاسود هو الازرق وطالع لفوق انما تحت اليورين، يبقى كده احنا وضحنا الكلام بتاعنا. طب كلام جميل، وبعدين فمعنى كده ان احنا بالنسبه لنا لما درجه الحراره عماله بتزيد الاسود هيزيد واللون هيقل، وده بياكد لنا المعلومه اللي احنا اخدناها من شويه لو انت فاكر، اللي هي فين هي ديت، ان الاثنين عكس بعض، ان احنا عندنا هنا الاسود بيزيد واليورين بيقل. وهتلاقي على فكره في السؤال برضو لو ما بينش احنا برضو نبقى عارفين ان ده كده هو بيتكلم على هوت كلايمت او هوت كول او هوت تمبريتشر مش كولد، الاثنين عكس بعض. فين الرسمه تاني؟ ارجع لكلامي، حتى بيقول لي ايه؟ بيقول لي ده ديفرنت تمبريتشرز في درجات الحراره المختلفه، وما ما حددش، ولكن احنا كده فهمنا خلاص ان درجه الحراره اللي هي عماله بتزيد واحده واحده، عندنا الاسود عمال بيزيد واليورين عمال ماله بيقل. تعال نشوف الاختيارات اختيار اختيار. اول اختيار ذا مور انكريز، كل لما نزود في التمبريتشر تمام ده معناه ذا مور ديكريز اوف سويت برودكشن. ريد غلط، لما تكون درجه الحراره بتزيد العرق بيزيد معاها. The production of the urine and the sweat is equal at the temperature 22. بصراحة الإجابة دي صح. ليه؟ لأن لو وقفنا هنا عند 22 هنا اللي هي في النص ما بين 20 و 25 هطلع فوق ألاقي الاتنين اشتركوا مع بعض في نفس الحتة، فدي الحتة اللي اشترك فيها السويت مع اليورين الاتنين مع بعض، مش ده بيقل وده بيزيد، الاتنين اشتركوا في نفس الحتة اللي هي عند تمبريتشر كام؟ 22 ديجري سليزيوس. طب يمكن عشان خاطر أنا حللها قبل يعني إيه قبل كده كذا مرة، ولكن يعني طب تعالى نقرا الباقي. The rate of urine and the sweat production is directly مع التمبريتشر. بالله عليك صح ولا غلط؟ غلط، لأن التمبريتشر لما تزيد مين اللي بيزيد؟ السويت، انما اليورين ماله؟ بيقل. يبقى مش الاثنين دايركتلي، السويت دايركتلي مع التمبريتشر انما اليورين انفرسلي. اهو شايف كده السويت عمال بيزيد مع التمبريتشر يعني دايركتلي، انما اليورين ماله؟ مع الها مع التمبريتشر انفرسلي عكسه. There is no relation، مفيش علاقه ما بين الريت اوف برودكشن اوف يورين اند ايه اند ذا سويت. طبعا ليه علاقه ان الاثنين عكس بعض، فاصح اجابه هي مين؟ هي الاجابه هتبقى بي. السؤال اللي بعديه بيقول لي سيادتك وات ويتش اوف ذا فولوينج ذا رينال فلتريت. طبعا الرينال فلتريت ده السائل اللي حصل له فلتريشن. امتى مثلا نقول السائل ده يورين؟ اسمه يورين او بول دي في اخر مرحله ليها اسمها كولكتنج داكت. تاني اسمه يورين في اخر مرحله اسمها كولكتنج داكت. يبقى مين اللي فيه الرينال فلتريت ان هيومن از سيميلر تو ذا ترانسبيريشن. بص يا حبيبي الترانسبيريشن ده عباره عن ميه بس، والميه دي بتكون بيور وبتطلع على شكل ووتر فيبر وبتطلع من النبات. انما الرينال فلتريت ده لو انت فاكر كان عباره عن الميه كلها بتاعت جسمك وكل السولت وكل اليوريا وكل الجلوكوز. ما هو خلي بالك ما هو ده الرينال فلتريت ده قبل ما نعمل ايه؟ قبل ما نعمل ري ابزوربشن. It contain mineral salt. هو على فكره هو بيقول لك مين اللي شبه مين؟ And which of the following renal filtrate in the human similar to a transpiration. الرينال فلتريت شبه الترانسبيريشن في ايه؟ اكيد هيبقى الحاجه فيها ميه. يبقى هل في مينرال سولت؟ لا. هو الترانسبيريشن فيه مينرال سولت؟ غلط، هي ميه بس. الديكريز ذا تمبريتشر اوف ذا ليفينج اورجانيزم؟ ده غلط. هو الترانسبيريشن هو اللي بيقلل درجه الحراره بتاعت النبات. انما الرينال فلتريت ده اللي هيبقى بعد كده حاجه اسمها يورين، والبول ما بيقللش درجه الحراره، البول بيطلع اليوريا الزياده، انما العرق هو اللي كان بيقلل درجه الحراره في الانسان. يبقى هل ان هو بيقلل درجه الحراره؟ لا، هو الرينال فلتريت هيبقى يورين، ما بيقللش درجه الحراره، ملوش علاقه اصلا بالتمبريتشر. انما الترانسبيريشن بيقلل، يبقى هو يعني في واحد بيقلل والتاني لا، فلذلك الاجابه غلط. It passes through the plasma membrane. ايه ده؟ يعني ايه بيعدي من البلازما ممبرين؟ ايه ده يعني يعتبر اكسكريشن؟ ما هو ده التعريف بتاع الاكسكريشن الاخراج. تصدق هي دي الاجابه، يبقى دي الاجابه الصح ان الاثنين يعتبروا اكسكريشن. ما هو الاخراج ان في حاجه بتعدي من السيل ممبرين او البلازما ممبرين تطلع بره جسمك، يعني حاجه داخله جوه جسمك عشان تطلع بره جسمك. اتس اكسكريشن انكريز
with the increase of the surrounding temperature. هو لما درجة الحرارة تزيد الترانسبيريشن بيزيد والعرق هو اللي بيزيد عند الإنسان، إنما اليورين ماله بيقل. يبقى هل الاتنين بيزيدوا لما درجة الحرارة بتزيد؟ لا، في النبات النبات بيعمل ترانسبيريشن فالترانسبيريشن هيزيد، في الإنسان هيطلع عرق فالعرق هيزيد اليورين هيقل. ما هو اليورين ده اللي كان قبل ما يبقى اسمه يورين كان اسمه رينال فلتريت، يبقى ده ملوش علاقه بدرجه الحراره اصلا، ولا بالحر ولا الدنيا حر ولا كلام من ده خالص. فدي برضو جمله ما تنفعش تبقى غلط، انما الصح يمين الاجابه سي ات باس ثرو ذا بلازما ممبرين. اللي بعديه بيقول لي سيادتك which of the following table show the substances that are expected to be found in some parts of the urinary system. ايه اللي موجود في urinary system in a healthy person، شخص سليم يا اخوانا، شخص سليم. اول اجابه الرينال ارتري، بص الرينال ارتري ده داخل للكيدني، رينال فين طالع من الكيدني، اليوريتر اللي هو عامل كده اللي هو جواه يورين، يورينري بلادر اللي هي عامله كده مخزنه جواها يورين. طب هنا بينقل او بيعمل ترانسبورت لليورين. طب خد الجاي، الرينال ارتري اللي هو الدم هو داخل فيه جلوكوز صح، طالع في بروتين صح، لان البروتين ما بيعديش اصلا ما بيدخلش جوه الكدني. اليوريتر ده فيه يورين واليوريتر ده فيه صولت صح، ما هو البول فيه ميه زياده ملح زياده كميه كبيره من اليوريا، واليورينري بلادر فيها يوريا صح عشان بطلعها بره الجسم. ايه ده يعني اول واحده صح. طب ما تيجي نشوف اللي بعديها، الرينال ارتري فيه بروتين صح، رينال فين فيه صولت برده صح، اليوريتر فيه ووتر صح، انما هل البلادر فيه بروتين؟ غلط، لان البروتين ده يا جماعه ما ينفعش يكون موجود هنا، البروتين اصلا ما بيعديش من الكدني ولا بيعدي يدخل الكدني ولا بيحصل له ولا فلتريشن ولا ري ابزوربشن. السولت موجود في رينال ارتري صح، ميه صح، بروتين لا ما ينفعش يكون هنا عندي بروتين لانه اصلا ما بيعديش، لذلك دي ما تنفعش. الرينال ارتري فيه يوريا، ممكن يكون في يوريا داخله اللي هو عايز ان هو الدم داخل مع اليوريا عشان يتنضف، او مش ممكن ده اكيد يكون في يوريا، طلع الجلوكوز اللي عمل له ري ابزوربشن فرجع للجسم. اليوريتر فيه جلوكوز، لا ما ينفعش اليوريتر يكون فيه جلوكوز. ليه حبيبي؟ البني ادم السليم الجلوكوز كله بيحصل له ري ابزوربشن بيرجع للجسم، لان هو قال لك هنا في الاختيار في الكلام قال لك ده هيلثي بيرسون، فلذلك دي ما تنفعش. فاخترنا اول واحده الاجابه هتبقى ايه. Which of the following choices show the change in the rate of transpiration during daytime؟ لما increasing the temperature، لما نزود درجة الحرارة، لما تزود the temperature الترانسبيريشن برضه هيزيد، النبات هيبقى حران فهيعمل ترانسبيريشن عشان يديكريز البادي تمبريتشر. و decreasing the humidity، لما تقلل الرطوبة. لحظة واحدة، هو أنت لما تقلل الرطوبة يعني انا كنبات حواليا يعني كميه رطوبه، يعني كميه الميه اللي موجوده في الجو قليله، فانا هبقى حران فاروح مطلع ترانسبيريشن. ايه ده لحظه واحده، يعني برضو لما تقلل، يا عم هو انت مش عارف ان الهيميديتي عكس الترانسبيريشن؟ لو قللنا الهيميديتي فالترانسبيريشن برضو هيزيد عشان برضو يديكريز البادي تمبريتشر، يبقى هنا انكريز وهنا برضو انكريز، فالاجابه هتبقى انكريز انكريز، فالاجابه تبقى بي انكريز انكريز. من غير ما تفكر هنا الميه طالعه عن طريق فتحه اسمها ستوماتا، يبقى دي كده عباره عن ستوميتال ترانسبيريشن، والستوميتال ترانسبيريشن ده الميه بتطلع فيه بتكون اكتر من 90% مور ذان 90% من الميه طالعه من النبات. يبقى عندي كام في الميه في الميه؟ 90% من الميه. السؤال اللي بعديه برضه من الاسئله الحلوه بس فيها رغي ياما وفيها ارقام ياما، ما بحبوش صراحه السؤال ده عشان فيه رغي ولات كتير. The rate of the following illustrates the amount of water and the salt lost from the body through the two kidneys and skin in a hot day and another cold day. From the previous table which of the following be concluded. شوف هنعمل ايه؟ هنقرا الاختيارات اختيار اختيار وهنشوف مين فيهم الصح. لو قريت كل الاختيارات هتلاقي ان الاختيار الصح هو الاختيار سي بالارقام، ان معدل السولت هو جايب لك هنا عندك يومين اتنين كولد وها وهوت، معدل السولت لاست فروم ذا بادي نيرلي ايكوال ان بوث دايز. تعال نتكلم عن السولت الملح، لان انا حسبتهم كلهم ما ينفعوش غير الثالثه بس، يبقى انا ماليش دعوه بالميه، يبقى ماليش دعوه بالميه دي، هتكلم على كميه السولت كميه الملح. هنا في الهوت داي الملح متقسم لجزئين، جزء من الكدني
وجزء من السكان. هنا عندي الكولد دي الدنيا وهي ساقعه، جزء من الكيدني وجزء من السكان. تعال كده نجمع مع بعض، هو 14 و4 و5 و8 يطلع عندي كام؟ يطلع تقريبا حوالي 20 بوينت تقريبا. 14 و4 و5 8 5 و4 20 جرام بره ونه ونه على 8 8 9 10 11 12 مش عارف، شايف تقريبا 2 من 10 حاجه زي كده. والله ما انا ماليش في الماث خالص الصراحه، يعني انا اي حاجه فيها حسابات ما بحبهاش، بكرهها بصراحه يعني. طب هنا عندي 20 و2 و0.1 يبقى عندي كام؟ يبقى اجمعهم يبقى عندي 20 و3 من 10، دي سهله خالص، 2 1 3 دي خلاص. يبقى هما الاثنين كده نيرلي ايكوال، خلي بالك هو قال لك ما قالكش ايكوال، قال لك نيرلي ايكوال، يعتبر قد بعض. فلو جمعت توتال الملح في اليومين اللي هو طالعين من السكان والكيدني، وهنا الكيدني والسكان، هلاقي الاثنين توتال الاثنين يعتبر قد بعض. يبقى the amount of the salt in the body is nearly غالبا قد بعض، nearly equal في اليومين الاثنين. والله جميله منك. Which of the following aren't from the structures of the excretion in the bean plant. البين بلانت اصلا عباره عن نبات، لو انت ما تعرفش يعني ده عباره عن هربيشيا سيستم، والهربيشيا سيستم الساقه العشبيه بتاعته هو نبات هربيشياس، نبات عشبي اخضر. واي نبات هربيشياس ممكن يعمل ثلاث حاجات، ما ينفعش يعمل الرابعه. ممكن يعمل جوتيشن، يطلع على الميه نقط الصبح بدري يعيط عشان بيودع السبرينج. ممكن يعمل استوميتال ترانسبيريشن، الاستوميتال تفتح بالنهار وتقفل بالليل. ممكن يعمل كيوتيكولار ترانسبيريشن، بس مستحيل يعمل ايه اللي مستحيل يعملها النبات ده؟ لينتيكولار ترانسبيريشن. ليه؟ عشان اللينتيكولار دي موجوده فقط في الودي ستم، الساق الخشبيه، خشب. انما البين بلانت ده عباره عن هربيشيس ستم. يبقى ايه الحاجه ذا فولنج ارنت فروم، ما تعتبرش منهم؟ اقول له العباره عن مينها اللينتيكلز او اللينتيكولار ترانسبيريشن، لان هو نوع هربيشيس مش وودي. مين فيهم الصح اباوت ذا اكسكريشن امبلانت؟ احنا بندور على الاجابه ذا كوريكت، الاجابه الصح بالنسبه للاخراج في النبات. شوف يا سيدي، بلانت جيت ريد اوف ذا سولت باي اكسبيلينج ذيم فروم ذا ليفز. السولت الاملاح زي النبات اللي عنده وليكم مثلا مزروع في كميه كبيره في كالسيريوس سويل. كالسيريوس سويل يعني سي اي بوزيتيف 2، هيخرج بيخزنها على شكل الليف صح، بس مش في الروت، ما تنفعش الروت. احنا قلنا في الليفز بس ما جبناش سيره الروت. ذا بلانت هاف نو ابيليتي تو ريوز ذا ميتابوليك ويستس. غلط برضه. ليه؟ لان قلنا قبل كده الفوتوثنسز عكس الريسبيريشن، فاللي بيطلع من الفوتوثنسز بيدخل في الريسبيريشن، اللي بيطلع من الريسبيريشن بيدخل في الفوتوثنسز وهكذا. يبقى الاثنين عكس بعض فعلا. اه صح عندك حق. سام بلانتس كان جيت ريد اوف انسولبل سولت باي ستورنج ذيم. صح عندك حق. في بعض الاملاح بتبقى سولبل، بنحولها الى انسولبل ونخزنها في النبات على شكل انسولبل كريستالز، لو انت واخد بالك في الصفحه اللي في مقدمه الاكسكريشن في البلانت. والكريستالز دي بتكون متخزنه في مكانين اتنين في النبات، لو انت مش فاكر افكرك. لو دي كده بلانت سيل عندها نيوكليس عامله كده، عندنا حاجه اسمها كريستال عامله كده، وعندنا كريستال عامله كده. الكريستالات بتكون متخزنه في مكانين، يا اما في السيتوبلازم يا اما جوه في حاجه اسمها فاكيول، المخزن اللي بيخزن فيه الميه والملح. فالنبات ممكن يخزن فعلا الملح على شكلها على شكل انسولبل كريستالز. ذا كربوهيدرات تمام ميتابوليك ويستس ار مور توكسيك ذان ذا بروتين ويست. لا طبعا، الكربوهيدرات ميتابوليك ويستس يا جماعه بيطلع من الكربوهيدرات كربون دايوكسيد يا اخوانا، والكربون دايوكسيد ده ليس توكسيك بالنسبه لليوريا او اي نيتروجينس ويست. يبقى النيتروجينس ويست ده يا جماعه توكسيك اكتر، انما الكربون دايوكسيد التوكسيسيتي بتاعته اقل. لذلك الانسان اللي يموته اليوريا ولا الكربون دايوكسيد؟ يعني هو الاثنين بيموت طبعا، يعني لو حصل لهم اكيموليشن، ولكن الاكثر هو مين؟ ها الاكثر هو مين؟ ها هو اليوريا. Which of the following isn't from the functions of skin derms. السكن ديرمز ده يا جماعه اللي هو اكبر جزء عندنا في السكان، وطبعا الديرمز ده يا جماعه اللي هو يعتبر كونكتيف تيشو، كونكتيف تيشو. كلام جميل. The decrease of body temperature. صح. ليه؟ عشان في عندنا حاجه اسمها سويت جلاند. السويت جلاند هي موجوده في الديرمز، هي اللي بتقلل درجه الحراره. خلي بالك هو بيقول لك which of the following isn't، فاحنا بندور على الاجابه الايه الغلط مش الصح. فالجمله الاولانيه دي صح. The moisturizing ترجم لي عندك، يعمل عمليه تزييت
هنعمل عمليه تزييت للسكين ايبيدرمز صح، عشان بنزيتها عشان الشعرات هي طالعه يا جماعه. بيكون عندنا في حاجه اسمها فاتي جلاند او فات جلاند بتفرز حاجه اسمها اويلي سكريشنز اللي بتساعد الشعرات تبقى طالعه سوفت مش هارد، بلايبل مش سبليتنج. خد الجاي، the response to the external stimuli صح. ليه؟ عشان الجلد في حاجه اسمها sensory nerve endings. انما acquired the skin its color غلط، لان اللي بيمسؤول عن لون الجلد ده يا جماعه بيجمنت سيلز موجوده في البيز بتاعه الانر لاير بتاعه الايبيدرمز. ف يبقى المسؤول عن لون الجلد كان صبغه اسمها ميلانين اللي كانت بتفرزها بيجمنت سيلز اللي موجوده في البيز بتاعه الانر لاير اوف ايبيدرمز. يبقى دي موجوده في الايبيدرمز، احنا عايزين بنتكلم على مين؟ على الديرمز. يبقى الاجابه يبقى الاجابه يا جماعه تبقى دي، لان احنا بندور على الاجابه الايه الغلط. طيب كلام جميل، وبعدين which of the following statement is applied to the red blood corpuscles. يا جماعه الريد بلاد كوربسلز ما بتعديش اصلا، الريد بلاد كوربسلز وهي جايه هنا سلام عليكم في الجلوميرولس وعليكم السلام بتطلع. يعني اصلا يا جماعه الريد بلاد كوربسلز ما بتعديش تدخل هنا، ليه؟ حجمها كبير، ولا هي ولا البروتين ولا الوايت ولا البليتلتس. فاكيد ان الريد بلاد كوربسلز عند رقم واحد قد رقم اثنين، قد بعض هما الاثنين، يبقى their percentage in 1 equal 2. Their percentage is equal in both number 1 and 2، الاثنين بيبقوا قد بعض. ليه؟ لان اصلا ما بيعدوش هنا، انما هنا ثلاثه بيشاور على حاجه عدت جوه الباومنز كابسول. مستر الريد بلاد كوربسلز او كان ليها اسم ثاني على فكره لو انت فاكر، كان اسمها اريثروسايتس. اريثروسايتس، انما الوايت كان اسمها ليكوسايتس، وكلمه ليكو معناها وايت، شبه الليكوبلاست اللي هي اللي هي اللي هي البلاستيده البيضاء اللي كان فيه في سنيور 1، ليكوبلاست، كروموبلاست، كلوروبلاست. فكلمه ليكو معناها ابيض، وبلاست يعني بلاستيد. انما الوايت بلاد سيلز اسمها ليكوسايتس. سايت اي كلمه اخرها سايت معناها سيل، خليه اتعلم يلا. When exposing the plant to heavy rains، لما الدنيا تكون بتشتي بكميه كبيره. حلو، ما الدنيا بتشتي بكميه كبيره يا جماعه، يبقى الميه اللي نازله على النبات موجوده بكميه كبيره، يعني الهواء هيكون فيه ميه كتير، يعني الهيوميديتي هتزيد. فجماعه heavy rains الدنيا عماله بتشتي بكميه كبيره، فساعتها هيبقى الهيوميديتي عاليه، لان يعني ايه كلمه هيوميديتي او رطوبه؟ يعني كميه الميه اللي موجوده في الجو، هتبقى ساعتها كميه الميه اللي موجوده في الجو كتير. فلما كميه الميه لما تكون موجوده في الجو كتير، عكسها الترانسبيريشن هيبدا ان هو يقل. فالترانسبيريشن يا جماعه هاي ديكريز، يبقى الترانسبيريشن ات ديكريزز. اللي بعده the dog gasps، ترجم عندك يا حبيبي بعد اذنك، الكلب يلهث. الكلب بيلهث when its body temperature increases or exerting an effort، بتبذل مجهود. Why the dog do this؟ بص يا حبيبي، الكلب طبعا الانسان لما بيكون بيبذل مجهود، الانسان عنده جلد والجلد عليه حاجه اسمها sweat gland طالع منها فتحات اسمها sweat pores، مسام العرق. اوعى تنسى ان الكلب عنده مسام عرق او سبيت بورز قليله جدا. خلي بالك ان الكلب جسمه من بره كله عليه شعر، فالاماكن اللي عليها سويت بورز قليله جدا. تقول لي مثلا هو عنده يعني مثلا زي عند مناخيره عنده حاجات، عنده سويت جلان، عنده فتحات سويت بورز قليله جدا. الاماكن اللي ما فيهاش شعر زي مناخيره ما فيهاش شعر كتير، فتلاقي عندها سويت بورز، ولكن مش هتطلع كميه كبيره من الميه. يعني يا جماعه الكلب لما يلهث ويطلع لسانه كده، يعني اعزنا وعزكم الله، لما الكلب يلهث كده ده معناه ان هو بيعمل حاجه بديله للعرق. يعني الكاسبنج ده، موضوع اللهث ده، بديل للسويت او العرق. معنى الكلام ده ان هو كده الكلب بذل مجهود كبير، فان الكلب ده عايز يعرق عشان يقلل من درجه الحراره. يا جماعه ما احنا لما نجري ونبذل مجهود كبير او نكون حرانين عايزين نعرق عشان يديكريز البادي تمبريتشر. فبالتالي سيادتك هنا لما نقول الكلب بيلهث ليه؟ عشان يديكريز، بص بيكوز ذا ديكريز، القله بتاعه السكريشن اوف سويت، العرق عنده طالع قليل، ذات از كومبنسيتد، لان هو بيعمل عمليه تعويض بيعوض العرق اللي ما طلعش بره الجسم، فدي عمليه تعويض او كومبنسيشن. طيب تعال نشوف اللي بعديها. In which of the following both Bowman's capsule and the second coiled tubule، طبعا الباومنز كابسول والسكند كويل تيبيول اصلا دول موجودين الاثنين في نفس الحته اللي هي فوق، اللي هي اسمها كورتكس.
يبقى the both of them located in the cortex. يبقى the selective reabsorption they are located in the cortex of the kidney. ليه بقى؟ بيقول لي اول حاجه the filtration process inside them. لا هنا بيحصل filtration انما هنا في السكند كويل تيوبول اللي هي الكيدني تيوبول كلها على بعضها اللي هو الفيرست واللوب والسكند دي يا جماعه بيحصل فيها ري ابزوربشن. طب خد اللي بعدها ذا سيلكتيف ري ابزوربشن غلط برضو لان هنا اللي بيحصل بس ري ابزوربشن هنا بيحصل ايه فلتريشن. ذي ار لوكيتد ان ذا ميدلا غلط الاثنين بيكونوا موجودين فوق في الكورتكس انما الحته الوحيده اللي موجوده في المدلة هي اللي هي اللوب اوف هانل. كلام جميل. وبعدين السؤال اللي بعديه which of the following both the Bowman's capsule and ده سؤال متكرر زي اللي قبليه بالظبط. السؤال اللي بعديه which of the following is from the plant adaptation او adaptive means with the decrease of the water in the soil. النبات هيعمل ايه لما يكون الميه قليله جدا في السويل؟ بص يا سيدي اول حاجه هي decreasing the rate هيقلل المعدل بتاع transpiration صح يعني النبات مش هيبطل يفقد ميه كتير. رقم 2 the hydrotropism لا غلط. رقم 3 increasing the rate of photosynthesis لا برضو غلط ما هو كده هيحتاج الميه النبات اصلا معدل الميه عنده قليل. فبالتالي هو بيقول لي adaptation means او adaptive means with the decrease of the water in the soil لما الميه تقل في السويل اكيد مش هنزود photosynthesis اكيد هنقلل يعني. increasing the gutation process طبعا برضو غلط لان احنا كده هنحاول نحبس الميه باكبر قدر ممكن جوه البلاند. فالاجابه الصح هتبقى مين؟ هتبقى ايه؟ شوف السؤال اللي بعديه بيقول which of the following table represent the amount of water lost from the body in very hot day. الدنيا لما تبقى حر مين اللي هيزيد؟ قلت له اول حاجه اللي هيزيد هو السويت العرق. امال مين اللي هيقل؟ اليورين. على عكس الدنيا وهي ساقعه هيبقى اليورين هو اللي هيزيد والسويت هيقل. لما نيجي نتكلم على اول واحده بيقول لي the decrease of water amount that lost from و increase from water amount that lost from هو السويت هيزيد اللي هو جاي اصلا منين؟ جاي من الاسكان. وانا عندي اليورين هيقل اللي جاي اصلا منين؟ من الكيدني. يبقى الشغل بتاع الكيدني هيقل وبتاع الاسكان هيزيد. فلما الشغل بتاع الاسكان بيزيد العرق هيبدا يزيد فالسويت اكستراكشن هتزيد. انما هنا الشغل بتاع الكيدني هيقل فاليورين هيبدا يقل. فلما اقول لك بقى هنقلل شغل ايه؟ هنقلل هندكريز وهنا هنكريز يبقى هندكريز الكيدني يبقى الاجابه يا اما بي يا اما سي. وهنزود هنزود الاسكان فالاجابه هتبقى مين؟ هتبقى سي. الراجل بيقول لك ايه اللي بيحصل لو الدنيا حر؟ ات هوت كلايمت. قلت لك اتسقع عكس والشتاء عكس الصيف. في الشتاء اليورين بيزيد فالسويت يقل الاثنين عكس بعض. في الصيف العكس بتعرق اكتر يبقى السويتنج بيزيد وكمان اليورين بيقل يبقى الاجابه هتبقى سي. Which of the following doesn't occur in the blocking ايه اللي مش بيحصل؟ فاحنا بندور على الاجابه الغلط. لما نعمل بلوكينج للسويت واحد معاه فم ما بيستحماش حصل عنده بلوكينج في السويت بورز قفلت. ده ايه اللي هيحصل فيه؟ The increase of body temperature درجه حراره جسمه هتزيد صح ومش هينفع نقلل درجه حراره جسمه لان هو مش عارف يعرق خلاص ما السويت بورز قفلت. The emission of unpleasant ريحته معفنه ماشي معفن خلاص يبقى صح برضه. The splitting of skin hairs غلط. ايه علاقة الشعراية يحصل لها تقصف الشعراية تقع عليه؟ الشعراية يحصل لها سبليتنج او تقصف لما تفات لما تقل عندك الفات جلاند او الاويل سكريشن. طب التالتة ذا انكريز اوف يورين سكريشن صح وحلو قوي خلي بالك المعلومة دي. هنزود السكريشن بتاع مين؟ بتاع اليورين. مش انت عندك معلومة لسه قايلها من شوية لو واحد السويت بورز عنده قفلت يبقى ساعتها هيبقى عنده السويت هيبدا يقل. طب يلا ترجم يلا لما السويت هيقل مين اللي هيزيد؟ اللي هيزيد عنده اليورين. يبقى احنا هنبقى ساعتها في الصيف لا في الصيف بس عايش للشتاء بمعنى يعني هو في الصيف عمال بيعرق كتير بس تحماش فدي قفلت فهتحول كده الصيف كانه شتاء عنده هيبقى السويت هيبدا يقل واليورين في المقابل هو اللي هيزيد. فالاجابه يا جماعه الغلط هي مين؟ هي سي. واحنا بندور على اصلا الاجابه الغلط ايه اللي مش هيحصل لما يحصل بلوكينج للسويت بورز. خد الجايه دي كمان when the body temperature increases on the infection with the fever. واحد عنده حمى بدا ان هو يسخن ودرجه حراره جسمه عماله بتزيد يبقى السويتنج او السويت هيبدا ان هو كمان مالها هيزيد. What is the effect of that on the skin blood vessels and the rate of the sweat secretion. بص بقى درجه حراره عاليه يبقى الدنيا كان الدنيا حر فدرجه حرارته عاليه فساعتها البلاد فيسل لو دي كده عباره عن السويت بور عامله كده ده كده السويت جلاند وعندنا الدم وهو جاي من ارتري بلاد كابيلاري
وبعد كده عندي فين الدم هو جاي هنا من الارتري. يعني عارفين يا جماعه درجه الحراره هتزيد، فلما درجه الحراره هتزيد هيبقى عندي تمدد بالحراره، ده هيتمدد يعني هيوسع، يعني مش هيبقى عامل كده. امال هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده، ده هيوسع مع سيادتك، فساعتها هيحصل له ديليشن. فلما يوسع كميه الدم اللي هتيجي هنا هتزيد، فكميه الدم اللي عندي هنا هتزيد، فلما الدم عندي يزيد السويت جلاند هتسحب عرق اكتر، فساعتها هيطلع عرق اكتر. يبقى احنا كده ايه اللي هيحصل عندنا في البلاد فيسل؟ البلاد فيسل واسع معانا، اي ماده في الدنيا تتمدد بالحراره وتنكمش بالبروده، هو ديت حصل لها درجه الحراره زادت فحصل فيه ديليشن وسعت معانا، فهي وسعت مع سيادتك اهيت، والعرق اللي هيطلع هيزيد. يبقى اختار ديليت وبت انكريز، يبقى البلاد فيسل هيحصل فيه ديليشن هيتمدد، وبالنسبه للسويت سكريشن هت انكريز هيزيد العرق. خد اللي بعديه. If you know that the Eludia plant is an emerged aquatic plant. نبات الإيلوديا عبارة عن نبات مائي يعني عايش في المية. اللي بيحصل فيه بقى؟ which live in the fresh water. Which of the following do you expect to be disagreed? يعني بندور على الإجابة الغلط. With the excretion process in this plant. خلي بالك النبات اللي عايش في المية مش هيخزن جواه أي ويست أي فضلات، هو عايش في المية خلاص بقى. فهو أي فضلات عنده هيطلعها بره جسمه على طول. يبقى ايه الاجابه الغلط بالنسبه للاكسكريشن بروسس؟ فدي معلومه برضه سيادتك اخذتها، ما كانتش في المنهج عندك بس استنتج بقى الكلام. عندك هنا النبات اللي عايش في الميه ده مش هيخزن اي ويسز جواه، هيطلع على طول في الميه. ذا بلانت ريوز كربون دايوكسيد ذات از ريزلتد فروم ذا ريسبيريشن. لما يحصل ريسبيريشن داخل اكسجين طالع كربون دايوكسيد، هياخد الكربون دايوكسيد يعمل يدخله في الفوتو سينثيز. ما احنا قلنا النبات بيعمل زي السايكل، بيعيد استخدام فضلاته او بيعمل حاجه اسمها ريسايكلينج. Reuses carbon dioxide، هيعيد استخدام الكربون دايوكسيد اللي طالع من الريسبيريشن هيستخدمه في الفوتوسينثيز. صح عندك حق، احنا بندور على الاجابه الغلط. The plant reuses oxygen، العكس بقى اللي resulted from the photosynthesis عشان يعمل بيه ريسبيريشن. صح، ما هو الريسبيريشن عكس الفوتوسينثيز، اللي بيطلع هنا بيدخل هنا ويطلع هنا بيدخل هنا، ده في اي نبات مش بس اللي عايش في الميه. The plant reuses the nitrogenous waste عشان يكون بها بروتين. صح، ما النيتروجينس ويست بالنسبه للانسان اللي بتموته النبات بياخد منه النيتروجين ده عشان يكون بيه بروتين. كان الكلام ده كان الترم الاول. ده النيتروجين ده عباره عن ماكرو نيوترنت، ماكرو يعني موجود بكميه كبيره ولا صغيره، موجود بكميه مالها كبيره. انما الاجابه الغلط هي دي، طالما كلهم كده صح يبقى اكيد الاجابه الغلط هي دي، ان البلانت بيستور ذا اورجانيك سولت اند اسيدز انسايد ذا سيل. النبات اللي عايش في الميه مش هيخزن جواه ولا اسيدز ولا املاح ولا احماض ولا حاجه، على طول النبات بالنسبه له زياده يروح مطلعه في الميه. على عكس النبات اللي عايش على الارض، لو هو عنده شويه املاح او احماض زياده ممكن يخزن الاملاح دي في الليفز لحد ما تقع في الاوتم او في الخريف تروح نازله ومعاها الكالسيوم الزياده لو هي كالسيريوس سويل. السؤال اللي بعديه، ده كده شكل الايه؟ شكل النفرون. طبعا دي كده بالنسبه لنا هي الباومنز كابسول. ده كده التجمع الدموي او البلاد كوربسلز اسمه جلوميرولس البلاد البلاد كابيلاريز. بيقول لك ايه اللي يحصل؟ اوت ذا فولوينج ستيتمنت ابلاي تو ذا لارج سايزد بروتين. هل البروتين اصلا بيعدي؟ لا، بص انا هشاور على البروتين ده بالازرق كده. بص البروتين كان جاي من هنا كده. البروتين ده بوليمر ولا مونيمر؟ بوليمر. هل حجمه كبير ولا صغير؟ كبير. هل هيعدي من المصفى؟ لا مش هيعدي. فيعمل ايه؟ هيروح طالع كده 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 كده. بص انا رايح فين؟ انا راجع تاني كده كده، فمش هيعدي اصلا. فالبروتين في واحد قد اتنين، انما تلاته مفيش اصلا فيها بروتين. لو عدت من هنا يبقى دي كده فيها خرم، دي يبقى كده دي مخرومه اللي هي الايه؟ اللي هي الباومنز الكبسول دي، يبقى فيها ديستربنس او اختلال. وده سؤال موجود كمان شويه هيقول لك لو حصل لو عدى من هنا جلوكوز او عدى من هنا اسف ريد بلاد سيل او بروتين او واي بلاد سيل او بليتلتس، الحاجه اللي المفروض اصلا ما تعديش، الحاجات اللي حجمها كبير البوليمر، يبقى كده المصفى مخرومه بتعدي الحاجات اللي حجمها كبير. فاصح اجابه هنا بالنسبه للبروتين ان 1 قد 2. فانا هدور على الاجابه بتاعت ايكوال بقى، ذير برسنتج از ايكوال قد بعض ان بوث نمبر 1 اند نمبر 2، فالاثنين قد بعض فالاجابه تبقى مينها؟ سي. خد الجايه، which of the following doesn't or don't have a role in the excretion، مالوش دور في الاخراج. السكن بيطلع اسوات عرق، اللنج بتطلع كربون دايوكسيد وميه وعندنا كمان سبايسز فولاتايل، والكدني بتطلع الميه الزياده ملح زياده كميه كبيره من اليوريا والسبايسز بس اللي سوليبل. انما الريكتم، الريكتم ده اللي بيؤدي او بيطلع الى الانس، والانس يا جماعه على فتحه الشرج بيطلع منها فيسز براز او ستول او سميه اندايجستد فود، الاكل اللي مش مهضوم، وده مش اخراج.
ده من الحاجات اللي ما كانتش تعتبر اكسكريشن بالمعنى العلمي، لان الاكل ما دخلش هو جسمك عشان يطلع بره جسمك. امال هو مشي في التراك او في مشي في الالمنتري كان القناه الهضميه اللي احنا كنا عايزينه، عملنا له ابزوربشن. طب والباقي يطلع بره الجسم؟ ما دخلش. لذلك ده يا جماعه ده doesn't consider excretion، ده ما يعتبرش اخراج بالنسبه لنا. امال يعتبر ايه؟ يعتبر حاجه اسمها defecation. مصر عن ايه كلمه defecation؟ يعني عمليه تبرز. يبقى خروج البراز بره جسم الانسان ما يعتبرش اخراج. Which of the following statement is correct about the in the normal cases؟ في الحالة العادية. The number of collecting ducts is always larger than the nephron. غلط. هي الكوليكتنج دكت كام؟ 200,000. لأن كل كوليكتنج دكت واحدة بتصب في 10 نفرون، إنما النفرون عددهم 2 مليون. يبقى هل الكوليكتنج دكت دايماً أكبر من النفرون؟ غلط. A number of nephron is always larger than the collecting duct. صح. ال 2 مليون اكبر من 200,000. The number of nephron is nearly equal to the collecting duct. لا مش قريبين من بعض، فرق مسافات. The number of collecting duct increases the number of nephron. ما ايه علاقه ده؟ كل ما النمبر اوف كوليكتنج دكت بتزيد النفرون بيزيد. لا بيقل، المفروض النفرون معايا بيزيد، لان كوليكتنج دكت دي بتجمع من نفرونز. طب ازاي ده زاد؟ هيجمع منين؟ فما ينفعش العكس. يعني سيادتك المفروض عارف ان كل 10 نفرون بيصبوا في واحده كوليكتنج دكت، قناه مجمعه، هي من اسمها كوليكتنج دكت. طب لو احنا معانا 2 مليون نفرون هيصبوا في قد ايه؟ في كام كوليكتنج دكت؟ فساعتها هنحسب الاكس عباره عن كام؟ 2 مليون في 1 على 10، يبقى 2 مليون اوفر 10 هيطلع عندي 200,000 كوليكتنج دكت. دي الحسبه بتاعتها. طيب when an infection occurs the reabsorption process هيأثر على عمليه الريابسوربشن، عاده امتصاص of the salt ions from the renal filtrate the infected cells located. لو حصل مشكله في الريابسوربشن، اصلا الريابسوربشن ده بيحصل فين؟ بيحصل في حاجه اسمها نفريك تيوبيولز اللي هم ثلاثه في النفرون، اللي هي الفيرست كويل تيوبيول، وفي الاخر سكند كويل تيوبيول، واللي في النص اللي اخده شكل اليو شيب ده اللي هي اللوب اوف هانل. فاحنا كده هيحصل عندنا مشكله في النفريك تيوبيولز من غير ما نقرا خطيرات خلاص، لانك انت كده حصل عندك مشكله في الري ابزوربشن. يبقى اكيد المكان اللي بيحصل فيه مشكله هو المكان بتاع الري ابزوربشن. خد الجايه. Which of the following substances that are excreted from the body by one organ only. اللي بيطلع عن طريق عضو واحد فقط and no organ participate with it. عارف ده هيخلينا نعمل ايه؟ هنكتب كله. اول حاجه عندي الاسكان، عندي الكيدني، وعندي الليفر، وعندي اللنجز. الجلد بيكون سويت، عرق، والعرق ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الميه الزياده، الملح الزياده، كميه قليله من اليوريا. الكيدني بتطلع ايه؟ بتطلع اليورين اللي هو عباره عن ميه زياده، ملح زيادة، كمية كبيرة من اليوريا، والسبايسز. طالما كدني يبقى السبايسز سوليبل. الليفر بتشتغل مع الكدني، هي اللي بتكون اليوريا اصلا، فورم يوريا. خلاص؟ طب اللنج بتطلع ايه؟ بيطلع منها كربون دايوكسيد ووتر فيبر، وكمان بيطلع منها السبايسز. سوليبل ولا فولاتايل؟ لا فولاتايل. الطيارة. بص المية هنا، في ميه، في ميه، في ميه. احنا عايزين نشاور على حاجه ما طلعتش غير من اورجان واحد بس. طب بص، هنا في سولت، هنا في سولت، لا ما ينفعش. هنا في يوريا، هنا في يوريا، برضه ما تنفعش. هنا في سبايسز، وهنا في سبايسز، برضه ما تنفعش. ابن الحلال ده الوحيد ده اللي قاعد لوحده كده في حاله، جبنا سيرته مره واحده بس، اللي بيطلع من اللنج اللي هو الكربون دايوكسيد. يبقى اللي بيطلع من اورجان واحد فقط لا غير، اند نو اورجان بارتيسيبيت وذ ات، هو حبيبك مين؟ الكربون دايوكسيد. بس خلي بالك هو مش حبيبك قوي لانه غاز توكسيك، غاز سام. طيب السؤال اللي بعديه. What is the probable reason for the plant leaves wilting؟ ليه النبات ورقه بيحصل فيه ذبول في الورق؟ الورقه بتدبل ليه؟ اكيد الورقه بتدبل عشان خاطر النبات بيفقد ميه كتير اكتر من اللي بيمتصه من السويل. شوف لو انت مثلا واحد، لا تبص لي، ماشي ما علينا، ماشي. لو عندنا واحد مثلا وليكن بياخد مصروف في اليوم 10 جنيه،
بيصرف ال 10 جنيه ده يعتبر عايش. طب واحد بياخد مصروف 20 جنيه بيصرف 10 جنيه، يبقى بص يبقى كده هو بحوش 10 جنيه. طب واحد بياخد مصروف 10 جنيه وهو بيصرف في اليوم 15، طب هيعمل ايه؟ ما اكيد هيفلس اخر الشهر، اكيد هيشحت في الاخر. طب النبات يا شحده فالنبات بيمتص ميه كتير، هيفضي منهم جزء في الهواء يعمل ترانسبيريشن وهيبقي على جزء. طب تخيل بقى هو بيمتص ميه معينه والنبات بيطلع ميه اكتر منها، طب النبات كده هيتصفى، هيفضي الميه اللي فيه كلها، يعني كل اللي انت كنت محوشه في الحصاله هتطلعه. فالنبات امتى يدبل ويموت؟ لو كان معدل الابزوربشن بتاع الميه اقل من الترانسبيريشن اللي هو بيفقده اصلا، يبقى معدل الاكتساب اكتر من معدل الفقد. فبالتالي امتى النبات يحصل فيه ويلتنج انكريزنج ذا ترانسبيريشن ريت؟ اهو يبقى الاجابه تبقى سي. مش اول مره نحلها، كنا حلناها في اسئله، كنت مديكم امتحان من فتره كده تقريبا كان بتاع المعاصر بتاع الشابتر ده، وكان السؤال ده كان موجود فيه انكريزنج اوف ذا ترانسبيريشن ريت، لو النبات بيفقد فقدان النبات للميه مور ذان اعلى من الابزوربنج اكتر من اللي هو بيمتصه امتصاص. دلوقتي النبات بيمتص ميه وليكن مثلا ب 50 جنيه، هو بيفقد ب 100 او يفقد يا عم ب 70 بلاش ضعفها 70. طب ما هو كده النبات هيدبل بقى، هجيب ميه منين؟ مش ملاحق المصاريف اللي بتحصل معايا. Which of the following happens when increasing the atmospheric temperature at the end of spring؟ بص بقى الدنيا الحراره زادت والدنيا حر قوي، امتى؟ في at the end of spring season. بص بقى هنختار اختيار، بس انا خلي بالك at the end of spring season في نهايه السبرينج. ده بيقول لي سيادتك احنا كده بنتكلم على الجوتيشن اللي هو النبات او ظاهره الادماع، النبات بيدمع بيطلع شويه ميه وفيهم ملح عشان خاطر اخراج في نهايه بس ده ليه موسم معين يعني على عكس الترانسبيريشن طول السنه. طب فكرك ايه اللي هيحصل بقى لما الدنيا تبقى حر؟ increasing the rate هيزيد المعدل بتاع الترانسبيريشن وكمان الجوتيشن، مش عارف ممكن. تعال نشوف اللي بعدين decreasing the rate of each transpiration and لا هو انا اللي اعرفه ان الجوتيشن هيزيد ان الدنيا حر فهيطلع ميه اكتر. increasing the rate of transpiration و decreasing the rate لا مش هتنفع دي لان الجوتيشن هو اللي هيحصل. فاكر الجوتيشن ده كان عباره عن ميه نقط ميه بتطلع على ورق النبات على التبز موجود على التب هنا، فده حد اسمه هيداثود. النبات كان بيصحى الصبح بدري بيعيط ليه؟ عشان بيودع السبرينج. رخمه جدا الصراحه بس هقولها برضه. فالنبات كان نقط ميه هنا، النقط ميه دي كانت بتطلع ميه وملح، الميه زي العرق بتيفابوريت والملح بيبرسبتيت، فبرضه دي ما تنفعش برضه. decreasing the rate of transpiration and increasing the rate of gutation. انا دلوقتي عندي حاجه من الاثنين، يا اما دي يا اما دي. الصراحه انا شايف الاجابه الصح هي ايه؟ ان احنا هنزود الاثنين. ليه؟ يعني الجوتيشن بيطلع ميه قليل جدا، ده موسم واعن وكميه الميه طالعه فيه قليله، انما الترانسبيريشن ده 90% من الميه من النبات بيفقدها عن طريق الترانسبيريشن. فاصح اجابه هي ايه؟ ان احنا هنزود الاثنين، هنزود الترانسبيريشن وكده كده الجوتيشن هيزيد لان هو اصلا يعني مديك دي كده يقول لك يا عمى at the end of spring season لو انت مذاكر وعارف المنهج عندك كده بالنص اللي هو الجوتيشن. The effect of the change of the atmospheric temperature x، يبقى عندي هنا على الاكس الاتموسفيريك تمبريتشر هنا، والواي and the rate of the urine البول على واي. As a healthy person شخص سليم in case of not performing any physical activity، واحد قاعد في مكانه، درجة الحرارة ايه علاقتها بالنسبة لليورين؟ بص لما درجة الحرارة تزيد، طب بقول لك ايه بعيدا عن السؤال كله تعالى كده على جنب، لما درجة الحرارة تزيد التمبريتشر تزيد يبقى ادينا صيف ولا شتاء؟ يبقى صيف، يبقى انا عندي في سوات وفي عندي يورين، مين هيزيد ومين هيقل؟ الدنيا ده واحد حران عايز يقلل درجة حرارة جسمه، يبقى السويت هيزيد اليورين ماله هيقل. يبقى لما التمبريتشر هتزيد اليورين ماله هيقل دايركتلي ولا انفرسلي؟ انفرسلي عكس بعض. فانا هختار مين؟ هختار انفرسلي دي، ان لما التمبريتشر بتزيد هلاقي عندي اليورين بيقل. امال لو كان قال لي العكس، لو كان قال لي التمبريتشر ومعاها السويت يبقى الاثنين مالها هيزيدوا مع بعض. خلاص طيب Which of the following excretory substances has the least toxicity in the plant؟ اقل سموميه. هو اصلا اقل سموميه اصلا هو مين؟ هو الكربون دايوكسيد اللي جه نتيجه تكسير كربوهيدرات ولا ريبوز ولا بروتين؟ لا كربوهيدرات. فلو انا جبت الكربوهيدرات ديت اللي هو الجلوكوز وعملت جلوكوز اوكسيديشن ضفت عليه اكسجين، هلاقي ان الاكسجين ده هيكسر الجلوكوز وهيطلع عندي كربون دايوكسيد
وكمان عندي ووتر فيبور وكمان عندي 38 ATB. فالكربون دايوكسيد ده اقل سموميه للمواد الثانيه اللي هي نيتروجينس ويسس. بص دي كده الامونيا NH 3، ودي اليوريا ما تنفعش برضو، ودي اليوريك اسيد برضو ما تنفعش، انما اقل سموميه هو الكربون دايوكسيد، لان كل الثلاثه دول اصلا عباره عن ايه؟ ده عباره عن نيتروجينس ويسس فيها نيتروجين. Which of the following parts when glucose is found in it with the maximum percentage بنسبة كبيرة؟ ده بيعبر ان هو عنده diabetic mellitus. ما كلمة maximum activity ده يعني موجود بكمية كبيرة maximum. اول حاجة الجلوميرولس، طبيعي يكون في عندي في الجلوميرولس جلوكوز. الباومنز كابسول، ما طبيعي ان هو بيعدم الباومنز كابسول. الرينال فين، طبيعي ان هو يرجع للجسم تاني. انما السكند كولد تيوبيول يكون فيها جلوكوز، يبقى انت كده ايه اللي بعد السكند كولد تيوبيول؟ الكوليكتنج داكت، وبعد الكوليكتنج داكت البلفس، وبعد البلفس اليوريتر، وبعد اليوريتر البلادر، وبعد البلادر اليوريثرا يطلع بره الجسم. ساعتها بقى البول بتاع الشخص ده فيه جلوكوز، يبقى ده كده عنده مريض سكر، يبقى ده كده عنده مريض البول السكري، يبقى هو كده عنده مشكله في السكند كولد تيوبيول. هات اللي بعده. Which of the following is a reason for birds الطيور to get rid of the nitrogenous waste in the form of uric acid in the feces في البراز؟ الطيور يا جماعه بتطلع النيتروجينوس ويست بتاعتها في الفيسز او في البراز. فكرك ليه؟ عشان نقلل من فقدان الميه من جسمها. خلي بالك هو المفروض ان اليوريك اسيد او يعني النيتروجينوس ويست في الانسان بتطلع منين؟ معظمها منين؟ من الكدني، كميه قليله منها من السويت او في العرق. طب هنا دلوقتي الطيور بتحاول ان هي تحافظ على اكبر قدر من الميه في جسمها، فليه بتطلعها على شكل يوريك اسيد من الفيسز مش من اليورين؟ اقول له عشان خاطر نحافظ على الووتر كونتنت اوف ذا بادي، عشان نحافظ على كميه الميه اللي موجوده في الجسم، لان هي ممكن ما تلاقيش ميه ثانيه تعوضها. كلام جميل. برضو على فكره المعلومه دي ممكن تكون مش في المنهج دايركت، زي معلومه الكلب اللي بيلهس ده لان هو ما عندوش سويت جلاند، مش معلومه مش في المنهج، بس اديك استفدت بيها وخلاص. Which of the following isn't considered from the functions of the transpiration process؟ مين فيهم isn't considered؟ لا يعتبر، لا يعتبر. يبقى احنا بندور على الاجابه الصح ولا الغلط؟ الغلط. وظيفه الترانسبيريشن، اول حاجه الترانسبيريشن بينكريز ذا ريت اوف مينرال سولت ابزوربشن فروم ذا سويل، صح؟ لان هو يا جماعه لما النبات يعمل ترانسبيريشن بيفقد الميه، فالنبات بيحب يعمل لها كومبنسيشن او تعويض، فعشان خاطر يشد ويعوض الميه بيشد معاها ملح، ميه وملح مع بعض. It allows the entry of carbon dioxide into the plant that is required for the photosynthesis. الترانسبيريشن ايه علاقته بدخول الكربون دايوكسيد؟ يبقى ده ملوش علاقه، لان الكربون دايوكسيد ده بيدخل من الاستوماتا بعيدا عن الترانسبيريشن، دي قصه ودي قصه. الديكريز ذا بلانت تمبريتشر، صح؟ لان هو عامل شبه العرق في الانسان، بيقلل درجه حراره النبات. It rises more water، بتسبب ان الميه تطلع بكميه كبيره from the soil to the leaf، صح؟ ما لما النبات يفقد الميه زي ما قلت لك، كان لو انت فاكر الترم الاول كان الاستوماتا بتطلع ميه، فتاخد من الميزو اللي هو من الميزو اللي هو كان البلاسيد والسبونجي، فالبلاسيد والسبونجي ياخدوا من الفينز، ثم الميد ريب العرق الوسطي ياخد من الستم، والستم ياخد من الروت، والروت ياخد من الروت هير، والروت هير تاخد من السويل. كل الترتيبه دي كلها بتحصل عشان خاطر في حنفيه ميه من فوق مفتوحه اسمها ترانسبيريشن، كان بينتج عنها حاجه اسمها ترانسبيريشن بول الترم الاول، كوهيجن فورس، اديجن فورس، ترانسبيريشن بول. يبقى كلهم صح ما عدا بي، بي الوحيد اللي غلط. Which of the following cells have the ability to divide؟ تقدر تعمل division. طالما تعمل division يعني عندها nucleus، ده رقم واحد. رقم اثنين لازم يكون عندها organelle اسمه سنتروسوم، اللي هو عباره عن two centrioles. أول حاجة أقول the surface layer of the skin epidermis، السيرفس layer لا دي ميتة dead أو non living. الثانية the inner layer of skin epidermis، صح؟ لأن هي living، خلايا حية، تقدر تعمل division. ما هي بتعمل division عشان تعمل compensate، تعوض اللي فوق. من لو أنت فاكر الاثنين كانوا بيعتمدوا على بعض، كان اللي فوق كان بتحمي ولا تحت بتعوضها، أو win-win situation أو علاقة اسمها mutualism، تبادل منفعة. الاثنين بينفعوا بعض، مش واحد بس اللي بينفع الثاني. إنما لو واحد بس اللي بيستفيد والثاني لأ، يبقى علاقة اسمها parasitism. لو في واحد مستفيد والتاني بيتضر، دي علاقه توكسيك اسمها باراسيتيزم، علاقه تطفل. واحد مستفيد زي بالهاريزيا والانسان، مين اللي مستفيد؟ بالهاريزيا. مين اللي بيتضر؟ الانسان. انما طالما العلاقه رايحه جايه، العمليه صد رد كده رايحه جايه رايحه جايه، ده كده اسمها وين وين سيتويشن، ميوتاليزم بالظبط. ماشي يا شحته.
أو وين عجبتك. The nerve cells. النيرف سيل ما بتعملش ديفيجن عشان ما عندهاش سنتروسوم. الريد بلاد سيل ما بتعملش ديفيجن عشان خاطر ما عندهاش اصلا ها نيوكليس. يبقى ما فيش لا دي ولا لازم يكون عندي خليه يكون عندها نيوكليس وعندها سنتروسوم. عجبتك انت دي وين وين سيتويشن دي شغاله معاك اللي من دول. مين اللي فيه اعلى كميه من اليوريا؟ بص بقى الترم الاول كان عندنا هنا دايجستيف سيستم بس كبر مننا شوية. كلام جميل. وبعدين كان عندنا هنا حاجة اسمها ليفر. كان الأكل بعد ما ينزل هنا من الدايجستيف سيستم بيقابل كده حاجة اسمها فيلي أو فيلاي تمتص الأكل. وتاخد الأكل من هنا يروح هنا يروح منها للليفر. وكان بيتوزع لفروع، الفروع تطلع بالمنظر ده. تروح للقلب عن طريق في تحت وفي فوق. احنا دلوقتي جايين من تحت يبقى هنصب في اللي تحت اللي هو ده اللي هو ده. مين اللي تحت ده؟ ده اسمه inferior vena cava لان اللي فوق superior. لو انت فاكر الاسماء بقى الاسماء كان عندنا حاجة اسمها hepatic portal vein انما اللي فوق ده اسمه hepatic vein. بص بقى الاكل بيكون طالع من هنا كده 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 يدخل هنا. هنا الاكل داخل وفي اللحمه والفراخ اللي انت اكلتها هنبدا نكسر الامينو اسيدز فبالتالي هيبدا يتكون عندنا هنا اليوريا. يبقى الاكل كان ماشي كده يدخل هنا فهنكون اليوريا. يبقى مين اللي نقل الاكل اللي انت هضمته او الاكل المهضوم اللي هو الامينو اسيد او الامينو اسيدز ماشي كده يوديهم للليفر. اللي هينقلها كده يوديها للليفر هو الهيباتيك بورتال فين. ده فيه كميه كبيره من الامينو اسيدز. الاكل هنا بعد ما يتهضم هيتكسر فيه. طبعا لو انت فاكر بقى الليفر كان بتكسر وتكون وتحول وتودي للكدني اربع حاجات كانت بتعملها. ثم بعد كده هيطلع هنا الدم. الدم هنا طالع من الليفر بقى معبي بقى معبي كميه كبيره من اليوريا. فاكبر كميه من اليوريا عندنا في الهيباتيك فين مش الهيباتيك بورتال فين. الهيباتيك بورتال فين كان جايب الاكل بعد ما اتهضم انما هنا الهيباتيك فين بيبقى طالع فيه كميه كبيره. يبقى الاجابه تبقى ذا هيباتيك فين. وخلي بالك السؤال ده سؤال حلو قوي يعني لان هو رابط لك الترم الاول بالترم الثاني. Which of the following is their action is similar to the animal شبه الحيوانات with the reaction with the stomata implant. ايه اللي شبه الاستوماتا في الحيوانات شبه يعني شبه الاستوماتا اللي في النبات. هو الاستوماتا بتطلع ايه؟ بتطلع الووتر فيبر يبقى بتطلع ميه. ايه اللي في الانسان بيطلع ميه؟ سويت جلاند. فالفتحات دي او المسام دي عامله شبه السويت جلاند عند الانسان. The presence of red blood cells in the urine indicator the occurrence لسه قلنا حالة من شوية ديت. لو احنا عندنا ده كده شكل الباومنز كابسول كده اهيت والدم عندي داخل من هنا طالع كده منظر ده روح طالع كده ادي الرينال ارتري ادي المنظر. الدم بتاع سيادتك ماشي كده 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 في حاجات حجمها كبير مش هتعدي من المصفى. الصغير بس اللي بيعدي الحاجات اللي هو الصغيره خالص ديت. انما الحاجات اللي حجمها كبير اللي هي البوليمرز حجمها كبير يعني هكبر جامد اهو الصغير دي كده اهي دول مش هيعدوا امال هيروحوا ماشيين كده مع الدم هنا. تخيل بقى الحاجات الكبيره دي هو عطالك مثال عليها اللي هو مين الريد بلاد سيلز. الريد بلاد سيلز تخيل الريد بلاد سيل بنبص لانها عدت هنا كده كده وطلعت مع اليورين مش هو قال كده؟ قال لو احنا حصل ان الريد بلاد سيلز موجوده في اليورين يبقى هو عدت 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 ونزلت لحد ما وصلت لحد اليورين. يبقى مين بقى كان المشكله؟ اول واحده اللي مخرومه دي المفروض دي يا جماعه بتعدي الحاجات اللي حجمها صغير مش الحاجات اللي حجمها كبير. طالما عدت ريد بلاد سيل حاجه حجمها كبير خليه كامله على بعضها يبقى في هنا مشكله. دي مخرومه دي يبقى المشكله هنا في الباومنز كابسول. If you know that the hemoglobin الهيموجلوبين ده بيكون موجود في الريد بلاد سيل نفس الكلام برضو عباره عن سمول سايزد بروتين which are found in the red blood cells or corpuscles which of the following part is expected to have hemoglobin. هو ايه المكان اللي ممكن يكون فيه هيموجلوبين؟ اكيد مش هيعدي المصفى دي الناحيه الثانيه. بص الهيموجلوبين مش هيعدي من هنا. ممكن الاقي هنا فيه هيموجلوبين في الرينال ارتري. ممكن الاقي هنا فيه هيموجلوبين. ممكن الاقي هنا فيه هيموجلوبين بس مستحيل الاقي هنا فيه هيموجلوبين عند الشخص السليم ولا في الفيرست ولا في السكند ولا في الكوليكتنج داكت ولا البلفس ولا اليورتر ولا اي حاجه خالص. لذلك مين اللي ممكن يكون فيه هيموجلوبين؟ مستحيل يكون الباومنز كابسول لان هو قال لي هنا يا جماعه شخص سليم. النفريك تيبيول برضو لا.
الاسود اعجب الاسود داكت اصلا لمينها؟ للريد بلاد سيلز. يبقى الوحيده اللي ممكن يكون فيها نفرون هو الجلوميرولس اللي هي البلاد كورباسلز دي اللي عباره عن بلاك كابيلاري اسمها جلو ميريولس، ما بين قوسين بلاد كابيلاري. Which of the following statements is correct؟ مين فيهم الصح؟ تعال نقرا. The transpiration process resulted in the permanent precipitation of some substance. الترانسبيريشن ده في عندي ترسيب لمواد دائمة. غلط، لأن الترانسبيريشن أصلا بيكون المية بيور، دي مية بس، المية ما بيحصلهاش برسبتيت، المية بتيفابوريت، فما ينفعش أول واحدة. التانية The hydathodes found at the edges of the leaf. صح، لأن ورقة النبات عاملة كده، الفتحات اللي بيطلع منها مية بتاعت الجوتيشن اهيت 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 اهيت، فالفتحات دي اللي بتطلع منها مية الجوتيشن اسمها هيداثود، اللي بتكون موجودة عند الليفز تاب وفتحة 24 hours. بس المية بتطلع امتى؟ الصبح بدري في نهاية السبرينج. The stomata are found in the leaf only. غلط، لان الاستوماتا يا جماعة ممكن تكون موجودة في الليف وكمان موجودة في الستم اللي هو الهربيشيس، وخدتها انت ترمي الاول الكلام ده فما تنفعش. الستام يا جماعه هربيشيس ستام اللصاق العشب الاخضر بيبقى عنده استوماتا برضه، ده الترم الاول في اخر درس لو انت ما ذاكرتوش يعني. الكومبوننت اوف جوتيشن ووتر ار سيميلر تو ذا كومبوننت اوف ترانسبيريشن. غلط، لان الجوتيشن بيبقى ميه وملح، انما الترانسبيريشن ده بيبقى ميه بس بيور، انما هنا ازنت بيور لان في ملح. اللي بعديه 54 which of the following table lead to the decreasing of water amount in urine. احنا عايزين نقلل الميه اللي في اليورين، فاحنا عايزين نقلل اليورين، يبقى هنزود مين؟ هنزود السويت، العرق يزيد، فلما العرق يزيد درجه الحراره تبقى عاليه ولا قليله؟ درجه الحراره تبقى عاليه، ابذل مجهود ما تبذلش، اتنطط وتعفرت، يبقى الاكتيفيتي هيبقى كتير، فاحنا عايزين نقلل الميه من اليورين، يبقى الاكتيفيتي بتاعنا عشان نقلل اليورين يبقى نزود السويت، يبقى زود العكسه، فهتزود المجهود، هتزود المجهود. الاجابه هتبقى يا اما بي يا اما دي، ودرجه الحراره كمان زودها، انما هنا لو ما تنفعش، فالاجابه الصح هتبقى مينها؟ هتبقى دي، انك انت عشان تقلل الميه اللي في البول لازم تبذل مجهود، وكمان الدنيا تبقى حر عشان خاطر العرق يزيد فاليورين يقل، بنجيبها العكس. Which of the following choices represent the response of the blood vessel that are located to the skin surface and the sweat activity. امتى؟ لما التمبريتشر بيت ديكريزز لور ذان ذا يوجوال، درجه الحراره قليله، يبقى الدنيا ساقعه، يبقى الدنيا ساقعه، يبقى صيف ولا شتاء؟ يبقى شتاء. وانت عارف ان الارتري او الفين او البلاد كابيلاري او اسف او البلاد فيسل اللي جايه بالدم يتمدد بالايه؟ بالحراره، ينكمش بالايه؟ بالبروده، ينكمش اهو بالعربي، ينكمش بالبروده، يعني هيضيق، لو هو عامل كده هيضيق اصغر كده المنظر ده، فبالتالي هيحصل ايه؟ هيحصل كونستريكت، فالدم اللي جاي ماشي هنا هيقل، فالعرق اللي طالع هيقل، فالعرق هيبقى مالها؟ هيبقى لو او كميه العرق تبقى قليله، درجه الحراره قلت، لانك انت في الصيف العرق بيزيد وفي الشتاء العرق بيقل، اليورين هو اللي بيزيد، يبقى هيحصل كونستريكت وكونستريكت. طب بالنسبه بقى للسويت جلاند، ما لما يحصل كونستريكشن الديمتر هيقل، فالدم اللي ماشي هيقل، فالعرق اللي طالع هيقل، يبقى كونستريكت وبالديكريز، فالاجابه هتبقى ايه؟ كونستريكت وبالديكريز، تمدد بالحراره وينكمش بالبروده. The opposite figure which of the following statements agrees with the two structures 1 and 2. التركيب رقم 1 و2، مين 1 ومين 2؟ رقم 1 عندنا ده كده اللي هو البلاد كابيلاري او اللي هو طالع من هنا الناحيه التانيه، ده كده عباره عن البلاد او الدم، اللي بيسميه اسم على فكره ومش في المنهج بس اعرفه، اللي عباره عن افرنت ارتريول، انما رقم 2 ده الفيرست كويلد تيوبيول، اللي بيحصل فيها ايه؟ اللي بيحصل فيها ري ابزوربشن، وبنرجع فيها الميه اللي جسم عايزها، وهنرجع لها كمان، هنرجع منها وهناخد منها الملح اللي جسم عايزه ونرجعه للدم، وهنرجع كمان الجلوكوز كله وهنسيب اليوريا، يبقى احنا في رقم 2 اللي هي الفيرست كواليتي بيول هناخد منها اللي احنا عايزينه عشان نديه رقم 1 اللي هو الدم،
عشان ده بعد كده بص لا الدم هو ماشي 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 هنا الحته دي هيبقى ارتريول وفينيول ثم هيطلع على فكره هو طالع هيبقى اسمه رينال ها فين لان هو ازرق اهوت فهو كان داخل احمر ثم دي عباره عن بلاك كابلري ارتريول ارتريول انما هنا ارتريول فينيول فمين اللي بيرجع لمين الميه اللي جسم محتاجها او المرحله الجسم محتاجه او الجلوكوز اللي جسم محتاجه من رقم 2 بنرجع لواحد يعني من الانبوبه نفسها ديت اللي هي الفيرست كواليتي بيون نرجع للدم عشان الدم يشيل الحاجه يرجعها للجسم ما ينفعش اطلع كل الميه اللي جسمي ياخدها او الملح كله يبقى انا كده هشرب في اليوم 170 لتر ميه انا عايز كده خرطوم ميه كده في بقي كده مش 170 انت كده مش ازازه ولا اتنين يبقى بنعمل ري ابزوربشن من 2 لواحد يبقى سام مولكيول ار فلتر لا مش فلتر دي يا عم خلاص احنا عملنا فلتريشن خلاص فلتر ده برده غلط يبقى اما ري ابزورب يا اما ري ابزورب من فين لفين؟ من 2 لواحد ولا من 1 ل 2؟ انا صراحه شايف ان هي من 2 لواحد ليه؟ عشان خاطر الاثنين دي بص بص وعلى فكره الاجابه صح يعني 2 دي اللي هي الفيرست كواليتي بيول وواحد اللي هو الدم فاحنا بناخد من هنا ندي للدم الحاجات اللي الجسم محتاجها في عمليه اسمها ري ابزوربشن ودي بتحصل على فكره بالاكتف ترانسبورت اكتف ترانسبورت يعني اي تي بي فالاجابه الصح هتبقى مينها؟ هتبقى سي كلام جميل وبعدين Which of the following is responsible for the increasing the surface area of the sweat gland component اللي بيخلي surface area بتاعت السويت جلاند بتزيد extraction of the blood عشان خاطر يا جماعه لفه حوالين نفسها coiling of the sweat gland around itself فمزوده surface area ان هي تقدر يعني بدل ما هي كانت انبوبه صغيره قد كده بقت انبوبه طويله ولفه حوالين نفسها عشان تقدر تجيب اكبر كميه من العرق فعشان خاطر لفه حوالين نفسها تقدر ان هي تكون كميه كبيره من السويت Which of the following characterizes the purifying liquid السائل اللي بننضف بيه طبعا سيادتك عارف ان احنا الشخص اللي عنده كدني فيلر هنعمل له artificial kidney او dialysis يغسل كده السائل اللي طالع ده الدم هنصب عليه سائل اللي هو purifying liquid كل حاجه قد بعضها ما عدا اليوريا عشان اعمل فرق تركيز تاني الدم هو طالع فيه ميه انا هصب عليه السائل فيه ميه قد بعض فميبقاش حد هاي وحد لو الدم هو طالع فيه salt انا هصب عليه برضو purifying liquid فيه salt عشان ميبقاش حد هاي وحد لو فالملح يرجع للدم تاني سليم اليوريا كتيره هنا احط سائل ما فيهوش يوريا عشان خاطر يبقى جوه في الانبوبه هاي والحوض بره لو فاسحب اليوريا من الهاي لللو يبقى it contains higher level of glucose لا الجلوكوز برضو بيبقى قد بعض lower level of glucose لا برضو غلط لازم يكون قد بعض it doesn't contain glucose لا في جلوكوز ولكن it contain equal level of glucose to that in the blood الكميات قد بعضها ده مش بس الجلوكوز ده الميه قد الميه الملح قد الملح الجلوكوز قد الجلوكوز اليوريا كتيره السائل ما فيهوش يوريا عشان خاطر يبقى حد هاي وحد له اسحب اليوريا من دمه وارميها بره ثم بعد كده نعدم السائل ده Which of the following aren't related to each other? مين اللي مالهمش علاقة ببعض؟ يعني عايزين الإجابة صح ولا غلط؟ عايزين الإجابة الغلط. اللي مالهمش علاقة ببعض The surface layer and the inner layer of the skin epidermis. غلط. على فكرة هم دول لهم علاقة ولا بعض؟ لهم علاقة طبعًا. لأن اللي بره بيحمي عن طريق الكيراتين واللي جوه بيعوض عن طريق الخلايا الصحية أو الحية أو الليفنج سيلز بتعمل ميتوزس تعوض الخلايا ديت. النيرف سيلز اند النيوروجليا صح لان النيوروجليا هي اللي بتغذيها بتعمل خمس حاجات لو انت فاكر ساين سي سي ذا ريت اوف اكسكريشن اند ذا ريت اوف كاتابوليزم اصلا الاكسكريشن الاخراج ده بيجي من الكاتابوليزم اصلا كاتابوليزم او كربوهيدرات او بروتين كربوهيدرات بيدي كربون دايوكسيد وميه البروتين بيدي يوريا ذا هايدروتروبيزم اند ذا اوكسينز كونسنتريشن ان ذا ستيم غلط الهيدروتروبيزم بتاع الميه ملوش علاقه غير بمينها غير بالروت مستحيل يكون في هيدروتروبيزم في الاستم ليه قال ينفع ان انا الاستم اللي هو انا عساق النبات يكون على جنب هنا في ميه في الهواء وهنا ميه وهنا ما فيش ميه هل ينفع اتحكم في رطوبه ربنا مستحيل لذلك احنا قلنا الهيدروتروبيزم دي ملهاش علاقه بالاستم فاللي مالهمش علاقه ببعض هي مين هي دي When exposing a plant to hot sunny day الدنيا حر جدا Which of the following is expected اول حاجه the rate of the water absorption and transpiration will increase صح ما النبات هيبدا ان هو يمتص ميه كتير ويطلع في الهواء ميه كتير الريت بتاع ال absorption and transpiration will decrease غلط rate of water absorption will increase and the rate of transpiration will decrease غلط برضو النبات هيمتص ميه كتير
والترانسبيريشن قليل. طب هيعمل ايه يا فرحتي بالترانسبيريشن قليل وانت اصلا النبات عمال الدنيا حر جدا. The rate of the water absorption will decrease والترانسبيريشن increase. غلط, النبات كده هيحصل له ويلتنج, لسه قلنا من شويه النبات هيدبل. فالصح ان النبات معدل الترانسبيريشن او الاول الووتر ابزوربشن يزيد, ولما النبات يمتص ميه من السويل كتير فالترانسبيريشن هو كمان يروح زايد وراه, فالنبات يطلع ميه في الهواء عشان يقلل درجه الحراره. Which of the following isn't correct about the kidney, the skin and the kidney? Isn't correct, يعني ندور على الاجابه الصح ولا غلط؟ لا, الاجابه الغلط. اول حاجه both of them play a direct role in decreasing the body temperature. غلط طبعا, لان مين اللي بيقلل درجه حراره الجسم؟ هو السكن, الجلد, عشان بيطلع العرق, انما الكيدني ما بتقللش درجه حراره الجسم, بتطلع يورين. البول ما بيطلعش قلش درجه حراره الجسم. both of them perform excretion process. صح, both of them they differ in the amount of the excreted nitrogenous wastes. صح برضه, الاجابه صح, لان هو هنا يا جماعه اليوريا بتطلع هنا بكميه قليله في السويت, انما عندي في الكيدني اليوريا موجوده بكميه كبيره. both of them represent a way of getting rid of water. صح, الميه بتطلع عندنا هنا في العرق على شكل ووتر ليكويد وهتبقى فيبر تتبخر, انما عندنا هنا الكيدني الميه بتطلع على شكل ليكويد وبعد كده بتطلع بقى في اي مكان تاني. فانا عندي دي صح ودي صح ودي صح, احنا عايزين isn't correct, الاجابه الغلط, ان هما الاثنين بيقللوا درجه حراره الجسم, والكلام ده غلط اصلا مش صح. اللي بيقلل درجه حراره الجسم هو الجلد عشان بيطلع عرق بس. شوف اللي بعديها. Which of the following is applied مين فيهم بي applied to the blood that comes out from the two kidneys returning back to the body again. بص كده, ادي كده شكل الكدني عامله كده, وداخل عندي انبوبه عامله كده رينال ارتري, واللي طالع حاجه عندي عامله كده رينال فين, واللي نازل لتحت من تحتيهم حاجه اسمها يوريتر. الدم هنا هو داخل من الرينال ارتري في يوريا ياما, الدم هنا هو طالع عن طريق الرينال فين في يوريا قليله. داخل بالاحمر يعني الدم اوكسجينيتد, طالع يبقى الدم دي اوكسجينيتد, لانك انت غير جوه انك انت نظفت, حصل جاز اكستشينج, اعطيناه جلوكوز واكسجين, جلوكوز اوكسيديشن اي تي بي طاقه وطلع كربون دايوكسيد. يبقى هو بيتكلم على الدم اللي طالع اوت فروم ذا كيدني, يبقى انت بتتكلم على الرينال فين اللي هو هيكون فيه كميه قليله من اليوريا او مفيش اصلا, وبيكون الدم كربون دايوكسيد يعني دي اوكسجينيتد. فهقول له يبقى الدم كده هيبقى دي اوكسجينيتد دي اوكسجينيتد, وهيصب في القلب من تحت ولا من فوق؟ لا من تحت, خلي بالك بقى. الدم هو كان جاي من القلب المنظر ده. الدم هو كان طالع ايه ده؟ الدم هو كان طالع من هنا من الاورطه, راح صب كده, ادي الاورطه طالع من القلب. هيدخل يتنظف هنا وهو طالع هيطلع هنا, هيصب للقلب من تحت بالمنظر ده. اللي هو الانفيريور فينا كافا, حتى افتكر دايما الكيدني تحت كده رايح القلب من تحت. فبالتالي هيبقى الدم كده دي اوكسجينيتد, وفي نفس الوقت هيصب في الانفيريور فينا كافا وريد اجوى السفلي. خد الجايه تقريبا ده اخر سؤال. Which of the following physiological changes happens to the skin لما بيكسبوز تو هوت ويذر, الدنيا حر, according to the skin blood capillaries and the sweat secretion respectively. ايه اللي بيحصل لما الدنيا تبقى حر؟ انت قلت تتمدد بالحراره, يبقى يا جماعه ساعتها لو هو كان عامل كده البلاد فيسل هيروح واسع كده مع سيادتك, فلما يوسع كده يبقى حصل ايه؟ حصل ديليشن او دايليشن, امتداد تمدد. طب ده كده البلاد كابيلاري. طب بالنسبه للسويت سكريشن, ما هو لما هيوسع كده لو كان الدم كان ماشي هنا كده, الدم هنا بقى كتير 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 كتير, فلما الدم يكون كتير العرق اللي هيطلع هيبقى كتير, فالسويت هيزيد. يبقى هقول له هيحصل دايليت اند انكريز, دايليت اند انكريز, يبقى هيحصل في عندي ديليشن او تمدد للبلاد كابيلاري, لان هو بالترتيب قال لي عايز مين؟ عايز الاول بلاد كابيلاري ثم السويت سكريشن. يبقى البلاد كابيلاري يحصل فيه ديليشن والسويت سكريشن بيحصل ها انكريز, هيزيد مع العرق اللي طالع بره الجسم.
وكان الله بالسر عليم. الحمد لله رب العالمين، قدر ولطف. ده كده بالنسبه للمراجعه الاولى ان شاء الله رب العالمين، تنزل لكم باذنك رب على اليوتيوب في اقرب وقت، ثم ان شاء الله باذنك رب ننزل لك بعدها المراجعه الثانيه. شكرا لكم حبايبي، السلام عليكم.